اوكي يلا بدينا بدينا اخي. خمان نش حنا زعما ديك بدينا بحال اللايف ديالك اخي، داكشي ماشي رسمي عندي بزاف انا هنا. مصطفى صديق قديم، كنت عرفتك يا صاحبي من قبل اجيت فهم، ياك قبل لا جيت فهم قبل ما اجيت فهم كنتي مازال ما كنتي ما عقلتش واش مازال خدام في ما عرفتش شنو هي السبب اللي تعرفنا عليه، والله ما ماروك عرفت. ويب وورز، يمكن شي ماروك ويب وورز ولا شي حاجه، ولكن انا قبل يمكن كاع من ماروك ويب وورز وبلاش المؤامرة كانت قبل ما جيت فهم. كانت قبل، هي في 2014 تقريبا. راه خدمت معاك في المؤامرة. لا هذيك حتى 2015، لا حيت انا في الاول كنت بديتها، فاش بديتها في 2014. ما كنت عارف كنتي، انا شفت عرفتي شنو في الاول فاش كنتي خدمتي واحد لي فيديو مع ابو جاد. بعتلو ليا في انستغرام غلط، قالوا لي الدراري ميامة ابو جهد، ميامة ابو جهد الوقت. انا باش عرفتك شفتك درتي دوك لي فيديو وبان لي، حيت دابا انا البلان انا نقولك شنو القلب. اوكي قلت لك كنت شفت الفيديوهات ديالك معاه، وكنت شفت الفيديوهات ديالو بوحدو، كان دار شي فيديوهات تيبان لي الفرق، ديك اللعبه ديال البرودكشن فاليو طلعت، وانا نقول شكون هذا، شكون هذا الصاد هذا اللي دار هذه الفيديوهات هذا. من بعد شكيتي اكتشفت، شكيت درتي واحد ستيل واعر، ستيل واعر تماك بديت. كان ريسك، سيدي ريسك، كنجرب. دابا انا في واحد المرض خاصني نبقى نتايستي نجرب ندير سير المرض صافي. انا دابا ناضي في انستغرام الدراري، ما تقولش ناضي شي حاجه، ناضي كناضي. واحد كيسول على نجيب المختاري، والله ما عرفت واش كاين، راه جو بونس كان كري حتى هو شي تويت. انا شو غنجيب كلشي لتويتش، كاين مصطفى هذا نجيب. سمو قلت لك انت كيفاش عرفتك، كيفاش درتي دوك لي فيديو معاه، كانوا حيحوا واحد الوقيته وياه، كانوا داروا البوس، كانوا داروا البوس. ولكن اللي عجبني انا في هادشي كامل فاش تهضرت معاك وكذا، لقيتك فهمتي ماشي تبعت الدومين، تلاحيتي عليه فهمتي وتعلمتي له هذا راسك ديك اللعبه. قيتها دابا الفيلم هو شنو كندير انا، اي حاجه كنبغي نديرها تنعصر عليها، عصر وركز وكتعطي شويه الوقت. حيت دابا السيرك ولد الحرام علمني الصبر، صعيب داك الدومين بزاف، لدرجه ان اي دومين ولا كيجيني ساهل، فهمت دوك اللي بديتي غير بغاه. بوحدك دابا، خديتي بديتي تتعلم الادوب هذا. دابا عرفتي، دابا الفيلم ديالي انا في واحد القصه. دابا انا شنو طرا ليا، كان عز علي زانيب. قبل عرفتي عاد تفكرت دابا، انا مناش عرفتك، مناش عرفتك من الفيلم اللي درتي، الفيلم داك الافلام القصيره ديال داك السحار اللي مشى عبر انت الزمن. مفرز فورمز، انت مفرز هورموز، فورمز. مفرج فورموز هو، فاش تنقول شي حاجه تفرش لها وهي اللي مشيت تنقلب شكون اللي دار هادشي. هورموز تفرجتي فيها؟ تفرشت اصاحبي شحال هذيك، تي درتي واحد السيري. عجبك، عجبك الصوت، عجبك الصوت. السيري السيري قبل ما وتبر السيري، هذاك هو قبل الفيلم، هذاك هو الفيلم الاولاني. اش وقع ليا دابا؟ انا كنت مريح في دارنا كنقصر على السيرك والفليبات صالبوات ياك، راه ليا ويجي عندي واحد الصوت صحيبي قال لي حيت باقي انا دري صغير، قال لي كاين واحد ليفينمون سميتها مونغا افترنون. مونغا افترنون تعرفها؟ لا يمكن سمعت عليها. هاد مونغا افترنون هادي ديال لي كوسبلاي، شنو كيجيو الناس كيلبسوا اللباس ديال لي مونغا وكيبقاو يبانو مراهقين. حنا مراهقين ديك الساعه، انا في الحقيقه كان عندي واحد 22 عام، ماشي مراهق كبير فهمتي. بنادم كيجي كتبقى تلبس كوسبلاي وتعاق البنات التيتيز، فهمتي، كتبغي تسول ارا ليا. قلت لهم انا الدراري حنا ما نلبسوش غير كوسبلاي، وانما غادي نقصروا في ليبات من هذين هذا الكوسبلاي لابسين ديك الباس ديال ناروتو واللعيبات. ناروتو تيطير في السماء. كنا لابسين، كنا لابسين الباس ديال اكاتسوكي، واحد الجروب في ناروتو. كتفرجت في ناروتو، تفرجت له شحال هادي، عقلت المهم هذا الباس ديال اكاتسوكي، وعجب الببليك ديك الفيلم، عجبهم تيشوفونا شويه بدينا كنطوروا وحنا نديرو واحد السين صعب، صافي في هذاك الشيء مخدوم اللعيبات واعجاب عاوتاني الناس شويه شنو غادي كنصعبو. وكاين واحد الدراري ولاد الرباط بداو تكونوا جروبات، ولاد الرباط ولاد جديده كيبغيو ينافسونا، وحنا دابا ديما سابقين بخطوه فهمتي. شويه حنا نقولوا خاصنا هاد ولاد الرباط نفرعوهم كثر، قلنا نصاوبو مسلسل. واش هو فاش بدا داك اللعبه ديال ستونات؟ لا مش لا هذا قبل، هذا قبل من السونات، قبل من السونات، شي بعاد من السونات صافي. انا لا علاقه لي حتى شي حاجه، لا سميتو لا
لا بكتابه لا بتصوير لا علاقه بدومين بعيد عليه، ولكن نفكر انه لي زانيم المانغا الانيمات قلت اجي نديروا هذاك الستيل المانغا في ثقافتنا حنا فهمتي، وكتبنا الفيلم. لاحظتي هذاك الفيلم راه انسبيري شويه من هانتر اكس تكسر انسبيري بزاف من لي مانغا صافي. بدينا كنصور قلت لها الحرب الحرب هذا الدراري باقي ديجا فهمتي ما عارفين والو. مشينا شرينا ميكرو مشينا شرينا هذوك الزوم شرينا داك الزوم حاشر درنا له واحد البوني كاميرا دبرنا عليها ويلا بداو كيبانوا دوك 5 دي كيبانوا دوك 5 دي وتقاتيل وموت الكحله وطلع داكشي. واش هذاك التصاور اللي كاين في هرمز وشوفهم شوف الا قدرتي تبارطاجي ميكرو دوك التصاور اللي كاين تما والله الا كيسحبونا بنادم تيشارجينهم من جوجل حنا اللي مصوبينهم فهمتيني كيسحبونا بنادم ديك الوقيته مع كيس ما تيقوش. وانا كنت قلت الدراري صحابي واقيلا غلطنا ملي درنا هادشي كيسحبونا سحبونا غاشين ولكن حنا دايرين طبعا داكشي دابا كيبان محشر ولكن ديك الوقيته داك الوقيته راه شي حاجه اصاحبي كان كيبان يا سلام كيبان يا سلام. باش نوري باش نوري للدراري هاد اكن هاد هرموز هذا انا فاش شفتو النهار الاول عجبني يا صاط وي دابا كتبناه مزيان كتبناه مزيان واخا لي زاكتور كنا عيانين محشرين ولكن كتبناه مزيان وفي واحد الانيرجي ديال لي جان في اواخر العهد العباسي اللي كليتي على هاد البديه هذا هاد الدخله هادي هاد الدخله تخيل معايا حنا ديك الوقيته الصاط تخيل معايا ديك الوقيته هاد الدخله هادي حنا احنا ايوه في مدينه ما عارفين والو تعاودرناش كانوا يدعى الربيع فهمتيني كان احد عباقره الزمان درنا هذا الشيء بنادم ما كتجيهاش فرتي هذا الشيء من الانترنت هذا بعد بيرسوناج هذا هذا هو يبان لي يبان دابا لا ترجع رجع لا يبان ديال اللي بان هز حمار شاد حمار رجع رجع من الاول من الاول رجع من الاول يبان واحد البيرسوناج دابا هذه التصويره شنو اللي درتوها هذا انا هذا انا وشاد حمار في الكاريان خاصني يكون درت كان ندير ميكين اوف قدام الزباله هادشي شدينا الزباله وانا شاد حمار دبرت عليه في الكاريان وقطع الخوادري وقادها ودرنا زعما راه هاجر من واحد البلاد فهمتيني ولابس الفوقيه وتمشي وهادشي دابا الناس كيسحبونا حنا عاشافرين من اليوتيوب شي تصويره لقيتها في الانترنت اي اي شو شعر دير ناس بان ضعيف انا تم دير بلاد انا دايره انا دايره هادي باش تشوف فيديوهاتك انا راه عام درما بعدا ما تديروش دوك الاخطاء ديال تبدلوا البلونجي الاخرى وهذا لا 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 داكشي مقاد استيتيكمو ما كناش ما كان عندنا واحد النظره استيتيكو مينيمو ولكن راه فريمو ما عارفين والو حتى تقدروا زيد طحن شو شوف الفوكس ما كاينش كيشوي دفلو لعيبات لقات مشكله هنا شوف رجع هنا بدا الموشن ديزاين اول مره ندير شي حاجه الموش بحال سمع وسمع كتخدم فيغاس هنا سوني فيغاس سوني فيغاس صاني بيغاس لعيبات ولكن هنا اضطريت ترى راني ندوز افتر افكت رمي احد اسباب يدوزنا افتر افكت هو هذا المسلسل حيت راه هذا الجليتش هذا الجليتش درت مع افتر افكت تبدي كلها افتر افكت بدي هذيك اللقطه هذه فوقاش درتي انت في 2012 شوف لا دات 2012 قديم فكرتيني انا حيت الدخله كنتي درتي واحد اللعيبه ديال الكتابه تتلصق مع البلاصه وانا مازال عاقل فاش درتها اول مره اي 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 هذيك الدخله درتها هذيك الكاميرا تراكم هذيك هذيك انا حتى هي اول مره بغيت ندير سميتو هو فاش درتها انا نوريك غير اللقطه اللي درتها هي انا هي فاش خدمت اول مره بالافتر افكت هو هاد بلاصي تا صاحبي راه تتبان ساهله دابا راه تموت لا ماشي هادي تموت عليا بالضحك فهمتي ماشي وريني هي هذه وهذه هذه اللقطه هذه راه حمقاتني
هادي دوزت لي شي تحدوك 15 ساعة ديك ساعة بي سي 2012 صاحبي ولا ما عارف باش ديرها بكاميرا تراكر باش نديرها بكاميرا تراكر مازال دير هنا السيبلة كدير الإشارة السيبلة مازال السيبلة ديك ساعة ديرها وهاد اللقطة دابا ورا 14 ساعة يا صاحبي ما عمرك كنت فخور بشي حاجة في حياتي قد من أنني اكسبورتيز هاد اللقطة هادي من بعد المهم هذا هرموز درتي شحال درتي فيه من حلقة شي درت فيه شي 6 واقيلا مازال كاتب راه كاتب اكثر من 6 الحلقات المهم قصه راه كيما دير الكتاب الصوتي بعدا مكتوب مزيان الصح من بعد درت هادي طلعت النيفو هذا 6 هادي 6 هذا عاود لك الاستوار ديالي دابا هذا في 2014 دابا انا تخرجنا من ليكول لا مازال تخرجناش من ليكول سيرك مازال تخرجناش دابا الفكره ديال هذا الفيلم هذا كنا كنفكروا باش نديروا فكره وقلت له انا قلت الدراري جد هاد الافكار اللي كنفكروا نديروا هما الفكره جات داكشي ميطا الصاد داكشي جاتي دابا الدراري دابا علي الشادلي لا هاد الدراري اللي كيضرب لا انا سحيدر كيخدموا في فيديو زوين انا سحيدر هو اللي دار هادشي طروال فهمتيني ودار هذيك الدبابه الله ودار هذاك الفيلم وكلهم كانوا معك في السيرك ولا كانوا لا كانوا هادو الباركور كيديروا الباركور هاد الدراري سعيد هذاك الدري طاح هو اللي كان معايا في السيرك فهمتيني ديجا هو داك انا سعيد راه خادم افلام راه خدم في ميسيون امبوسيبل طبعا اللي كان في المغرب ديجا صاط اللي كان في المغرب خدم فيهم وهاد عادل راك عارف عنده واحد القناه حتى هو كيدير قلت له الهوسه ديالو لا صراحه كان واحد كوليكتيف اللي ليكزيجونس فينا طالع مثلا واحد كيدير شي حاجه لا اش ندير انا كان هذاك لي ديطاي كنحاول نركز عليه لي ديطاي فهمتيني كان عمرو راه هذا البروجي شاد النصاص هادي بسبب هاد النصاص جات لنا بروجيات هاد النصاص هادي كنت درتو واحد السيريه ديال ديك المصاصه هادي بسبب هاد المصاصه هادي جاو بروجيات مع ديك لا مارك هذيك لا مارك ديال المصاصه هذا حنا هاد المصاصه درناها فهاد لاسين بارازار ماشي بان زعما الكاركتير من السيري ديال البيرفورمانس فهمتيني شوف حاجه كتجي بحال سبحان الله ما كتعرفش منين تجي الرزق تيجي من شي تخربيقه شي تخربيقه بسيطه دابا المشكله غير دير كديرش ما كتكونش ما كيعرفك حتى حد ملي كديرش العيبه تيعرفوك الناس كيجيو خدام قول لي اخي مصطفى واحد السؤال شنو هو الاحساس ديالك فاش كدير تشوف هادشي في 2014 النيفو كي كان وكتشوف 2020 حسن غونزاليس ودك الروينه ديال دوك الشورت فيلم زارتي دوك الافلام قبلتها وصدقت اخت صديقي وعندما وجدتها قتلني عرفتي هذوك عرفتي عرفت اخويا شنو نقول لك سي دوماج الصار وانا كنقول واش هذا الشيء احنا فايتين الوقت شويه انا مازال دويت لي خطره مع الدراري السونات قلت لهم تورق راه مازال داك الكليب خدام مخير في 2020 صوبنا في 2014 وحنا داك الكليب كنا كنقولوا احنا عيانين ورا ساعة النيفو الصوت مصمك زعما لا لا النيفو ما بقى في نفس وكاع زعما زاد كفاس لا كاينين شي دراري كيبانو زوينين الخيل ولكن ما كيطلعوش البوز ما كيبوزيرش فهمتيني ولكن ما فهمتش خاص واحد الخليط وقال الكتابه شويه من هنا داك النهار صاحبي انا راه درت واحد ستريم ومشيت تنشوف دوك الفيديوهات وقلنا غنعطيو داك شنو تيتسمى البينيفيت اوف ذا داوت يعني غادي ندير نمشيو بصفحه بيضاء ونشوف واش كاين شي حاجه علاش 4 المليون مشاهده 6 المليون مشاهد واش نقول لك اخي راه ديزاستر بلاتي الدراري وقال الصوت جاهم جهد ديالي كنغوت بلاتي بس انا نقص من هنايا شويه هضر دابا دابا كتسمعوني كنغوت مازال قال لي واحد زيد غوت اسمي قال الله يحفظك انا الميكرو ديالي اللي ناقص يمكن تيست هالو دابا زيد نغوت لا هذاك هو الفوليوم العادي ديال سوينغا ديما تيغوت قلت لك هاد ستونات هادي تماك فاش شفتك من بعد خدمنا انا وياك على داك المؤامره اييه شي واحد دار دونيشن وتتخرج الهضره ديالو هذا قال لك ديديكاس هذا شكون زيتروسيمو قال لك ديديكاس لحسن غونزاليس كاب ولكن اخي داك الفيديوهات شفتهم زعما راه في شكل صاحبي راه ما عرفتش
ما عرفتش انا شنو علاش دابا انا تنحاول غير نفهم علاش هذاك الشيء ضر. انا فاش كنت تنفكر فيه قلت انه ربما ان هذاك رايتها وقبل صديقته وضربها وداك دوك العناوين وداك الشيء بحال قراب من الواقع ديالهم ديال دوك الدراري البراش اللي عاد طالعين مراهقه المراهقه تجي تشوف هذوك الناس كيتفرجوا فيهم الناس ديال الليسي المراهقه وهو كيبغي هذوك الليسي الفونتازم ديالو كيشوف دوك الفيديوهات واش الفيديوهات فيهم فيديوهات كيتزوج بالساده العيبات ولا انقذها جوج بغاو يجريسيوها وكيجي ينقذها دوك عرفتي داك سي بيزا وهو شكون هو عرفتي كيدير هذا اللي انقذها ضرب ولا كان كيمسح الزاج ديال شي ساطا في الطوموبيل العيبات وكتزعق فيه هذاك الشيء عرفتي دوك الناس اللي كيشاطوا مع شي بنت اول مره تيقول لها اي لوف يو اكزاكتو هذا باش لي يا ربي تسمح لنا شحال درنا حنا هاد العيبان الداخل اللي داك الشمال راه الداخل اللي نسالي الله لا هذوك الشورت فيهم زعما باش كيف راه هذوك الغرض ديال الدراري هذوك شنو من بعد تلاحيتي على داكشي ديال الاضوب وكذا تعلمتي له راسك داكشي وليتي دابا راه هذاك هرمز هو سبب في الموشن ديزاين دابا ملي ساليت ملي بديت خدام فيه درت شي لعيبه ديال الموشن ديزاين فيه بسبب تلاقيت مع ابو جاد قال لي ابو جاد تلاقيت مع انه منتج دابا هو دابا واحد قال لي لقيت لكم منتج الهرمز فهمتي شكون هذا المنتج هو ابو جاد تلاقيت معاه قال لي السطر اللي ما نقدرش ندير لك الانتاج لهذا الفيلم وانما تعاون معايا في خدمتي قلت لي صافي جات نديروا شي لعيب وانا ديك الوقيته كنت كندير لي كونت سيرك واش دار عطاني صالير الشهر جاتني مريقله صالير الشهر وانا كنقرا السيرك فهمتيني صافي بديت خدام خدام لي بيسي ما كانش عندي حتى البيسي وبديت خدام جربنا واحد الريسك الاول دابا انا في الاول جربت معاه ملي عجبو البلان هذا واش قالنا نديرو الشهر لعيبات صافي وبدينا من وراه شدينا انوي دابا تخيل معايا انا مريح كنخدمها بالليل فهمتي كنخدمها بالليل مع ديك الست العشيه كنكون كندمر وتجي تسني معاك انوي جاتني وديك الوقيته راه هي الطوب في الديجيتال كانت كتمحيحة صاحبي انوي تسقد لي جو تسقد تويشار واللعيبات ميم لي جو هذا بزاف د الحوايج كانت محيحة انوي ديك الوقيته كانت محيحة وملي جات تسني معانا واو المشكلة انا فراسك سنيت معاهم وما عمرهمش تلاقيت معاهم صافي وصافي مصدقات بخير وهذا الشيء عطاني ثقة في المنصة لاني كنت كنقول ديما كنقول راه واقيلا ما عرفتش شنو هو تنقول انا ماشي بالضوء مثلا كاين هذاك تسمى تسميوه ذا امباستر سيندروم هو انك انا ماشي غير بزاف ديال الناس توقع لهم تدير شي حاجه كتصدق لك شي بروجي كيصدق لك شي حاجه وتتقول ما عرفتش واش انا بصح صافا عليا ولا غير ولا شي حاجه هذا هو الفيلم اللي وقع لي اكزاكتو ولكن هذا البروجي ديال انوي عطاني ديك الكونفيونس وهذاك العام نيت فين ربحت كرياتيف دلاني في ماروكو بورد اقلت بديت كتجيني الثقه في نفس اللعيبات صافي من وراها قلت ندير شوف كنت بغيت ندير اجي تفهم وانا مع ابو جهل هذا عمرني قلتها بصح والله من الزهر ما اللي درتي ابو هذاك الصاد نكذب لا بديك الوقيته كنت بغيت ندير البروجي ديالي قال لي ابو جهل قال لي لا راه غادي تخالط مع البروجي ديالنا وصفرين كان تقريبا لو ميم شارت جرافيك المهم شارت جرافيك اللعيبات بحال عكز لي صافي بقيت واحد العام عاد درت لونسيت الاول اجيت ولكن ماشي مشكل كل حاجه في وقت اروين هذا اروين 42 هو عثمان صف صافي قال لك سوين قال دخلت تويتش ما قلت لي والو كيف خبرتي هذا الصح درتي شي بروجي مع عثمان ياك شي حاجه قناه فرنساويه ولكن راه صعيب دابا ملي عتبغي تخدم بروجي دابا المشكل اللي كاين فيه هو انني انا في شي بروجي ما كيكونش عنده بودجي تيكون صعيب جدا يترياليز فهمتيني لان شنو كدير لان عندك واحد الصاف هذاك الصاف خاصك تخلصو فهمتيني باش تخلصو كتمشي تقلب على بروجيات باش تخلصو كتبغي تخرج لي شويه الوقت باش تخدم دوك البروجيات اللي انت باغي ما فيهمش بودجي
واسي عاش معايا الامر ريب عثمان عاش معايا الامر ريب عثمان عاش يذكر فيه ساعه وهذا والوقت ما كاينش وجيستيون ديال جيري البروجي فريمون عدم لهذا احسن بروجي خاصهم. ودابا المشكل اللي عندنا في المغرب هو خا يكون البيوتجي ما كاينش ليك ما كتلقاوش ما تلقاوش زعما لي طالون في هادشي ديال هذا شي يدفعوكم سخسخ بعد انا بزاف الناس اللي خدموا معايا علمتهم فهمتيني منزل بدا دقه طحان Waka Fikum Swinga DKHL Switch Magdalena Walu. Logiciel. بزاف الحوايج ما غير تعرف اللوجيسيال. فهمتيني تكون مريقل في الوقت ما تفاجئ على بنادم التليفون بزاف العيبات فهمتيني. التويتش واخا الصطاف ما كاينش صعيب. ما تلقاش زعما بنادم بروفيسيونيل في هذا الطومين هذا. ما كاين قليل. انا زعما في الاول شنو كنت كيقول لي واحد الراس تنقول شركه في المغرب غادي يكون عندها نفس الكارير ديال اي شركه في العالم يعني تقدر تبدا صغيره وتولي هذوك الشركات كبار الساعه لقيت بلي الوضع ما يمكنش مستحيل انه الشركه هي الناس اللي خدامين فيها مش خدمات الناس ما كاينينش ماشي كاينينش ما كاينش حتى مدارس اللي يقريو هادشي انت براسك راك تعلمتي غير راسك انت يا راسك وحتى الماناجمنت شي تما الماناجمنت ما كاينش واحد مريقل في لا جيستيون طريقه مريقله ما كاينش قلال فسيرتو في الدومين اللي خليط ما بين ما هو ارتستيك وما هو فهمتيني التكنيك وبيع الكليان وروينك هل فرايمو يعني يمكن تكبر حدا واحد السقف بغات ذكرت لان البشر ما كاينش صعيب تكبر شي شركه في المغرب زعما دير بحال كيما هنايا تولي عاوتاني استوديو كبير وكذا دابا واحد قال لي دير انت مدرسه وراه عرفتي راه خدمه دير مدرسه بوحدها بروجي وراه يجي والبشر الصاد زعما راه بنادم باغي يتعلم هذا الطومين هذا دابا انا كنقول انا مآمن انه التعلم الذاتي مهم الصاد واخا المدرسه كتوفر لك الجو وكتعطيك ديك الامبيونس وكتعطيك ديك واحد تنافس مع لانه مهم الجو فهمتيني ديال تنافس مع الواحات تقاد انت وياه ديرها بعد انا في ليكول سيرك هذا هو الجو اللي كان عندي باش النيفو طلع ولكن راه الواحد هو اللي كيدير الخدمه انت هو اللي كتسمر دابا في الدار بحال دابا لوكا ديالي كنبقى ندير ليه كنبقى نقول غادي ندير هذا البروجي غادي فرع الطرح هو اللي كنبقى نتحمس ليه باش نبقى خدام حتى انا راه كنعيا بحال دابا داك سبع بنات الناس تبعوني في هذاك خدمتيه بوحدك يمكن انت هذاك الانيماسيون درتيها لراسك راسي خدمتها ما كاينش اللي قاس معايا حرف الانيماسيون طلع واعره صاحبي الانيماسيون طلعت واعره في هذاك لا عرفتش علاش لانها لا فيزيون ديالي كيف ما بغيت حطيتها نورمالمون بزاف لي بروجي منهم اجي تفهم تعطي ليكيب كان لا فيزيون كتكحز واحد شويه ولكن كنحترم الرؤيه ديالو فهمتيني كفنان انيماسيون هو حتى هو عنده واحد الرؤيه كضطر انك تحترمها واخا انت ماشي داك لي موسيون اللي بغيتي توصل ولا تبعين هذا غتخدم راسك هذا لينكس بروديجي واحد الدري ديما عندنا معنا في تويتش قال لك شحال خدا لك هذا الفيديو ديال سبع بنات شحال ديال الوقت باش قديتي له الانيماسيون غيكون بزاف غالبا شي شهر ولا اكثر دابا المشكل ماشي عندي المشكل عند الديزاينر لاحظتوا معايا هذا البروجي كله باراماكس شنو باراماكس كتشد بزاف لي كالك ديال الفوتوشوب ديكاليو كتخدم على الموفمون ديال الكاميرا وكتخدم على لي كاركتر اللي وصف من هذاك الكومبوزيسيون ديال افتر افكت وكتعرف كل كاركتر اوكي وكتعلي على الكولور الالوان كنعرف بالالوان كنعرف بالضوا كنعرف ولكن هادو لي زاليمون اللي تصنعوا هو اللي خدا فيهم تما كان معايا جرافيك ديزاينر واحد اللي خدم معايا سميتو امين الشقراوي معايا في ليكيب انا وياه كنبقاو خدام حتى 4 الصباح ابل يا دير هادي وانا معاك يسالي كنتشدى وكنقري مع الحمد لله عندي البيسي دابا خديته خفيف ما كاين عاد دك الباراليكس اول مره درتيها في داك الفيديو ديال داك الكوبي هذاك يافينش خدمت ليش انسبيرش من البوست ديالك هذاك كنتي درتي فيها الباراليكس هذيك الا بقيت عارف درت فيها الباراليكس دابا راه حتي معاه عطيت مثلا شي سين نقول لك شي سين وقال من الاول في الاول درتيها شنو دابا هو الباراماكس هذا فين كان شاد برومي برو هاد الوسخات اللي قدام راه لاحظتي الموفمون ديال الكاميرا
كدوز الحاجه عاد باش كتجي الاخرى عاد باش تجي الاخرى دير سميتو ديال الوقيته ديال ديال اليونان هي دقيقه دقيقه 6 تقريبا اوكي تما اوكي احتي معايا هاي هادي بحال دابا هادي راه باراليكس اللي داير دابا هنايا لاحظ معايا الموفمون غيبان واحد السحابات من التحت غادي يخرجوا غيبان واحد السحابات واحد لي ديتاي كنديرهم دو بوز شي سحابات مبينوش واحد لي ديتاي كنديرهم بزاف في الانيماسيون ما كنكرش واحد الخطوطه كانوا كيبان في الخريطه كي غليتشي ولعيبات باش نشوف شنو شي الموفمون ديال غنشوف ديك الخريطه هادو تيبانو تيبانو هادو دابا بوز دابا في الانيماسيون البلاد ما كيبقى مركز على هذا الشيء ولكن هاد لي موفمون الصغار كيحركوا الراسين دابا هي كتبان محركه راسين كتبان محركه راه هو راه ايماج وحده فهمتيني كتبان واحد الموفمون صغير كاين ديال الكاميرا وكتهبط مع الموسيقى تجي مريق فهمتيني اطلس لاحظ معايا الجبال اللور كيتحركوا الجبال اللي في الارير بلون كيتحركوا فهمتيني هذا هو الباراناكس وحدين ورا وحدين ورا وحدين فهمتيني والفلو الفلو الماور هاد اللعيبات هاد لي ديتاي هادو مهمين فهمتي شنو نقول لك دونك هادشي كامل انت كديرو انت خدام مع كنشوف لاسين مع لاسين كنتخيلها وحتى الديزاينر حتى هو كيعاونني تيقول لي شنو هو بان ليه بعد خطرات كيكون لاسين ديزاينر كامل مخيلها ماشي انا تخيلتها فهمتيني وبحال لاسين الاخر ديال الكهوف ديال الكهف ديزاينر هو اللي تخيل ديك البلان ديال واحد اليد اللي كتهز كتشعل كتبين باليد فهمتيني ديك اللقطه الاخرى في وسط الكهف وسط الكهف دابا انا في خدمتي شنو كندير كمخرج كنشد الصاف اللي عندي كنحاول ما امكن ناخذ من عنده ما هو جميل في الذكريات ديالي فكنخلي كل واحد يعبر فهمتي شنو نقول لك بحال كندير واحد مود بورد ديال الافكار بحال كندير واحد مود بورد كيجي هو كيقول لي وكنحاول الا شي واحد عجبته الفكره وعجبتنا كامله نريسبكتها ماكسيموم باش يحس هو انه دار شي حاجه فهمتي ان هاد لا ريكونيسونس ارتستيك مهمه بالنسبه لارتيست ديال الفيلم واي كان هو الفيلم ودونك هو سان ترافاي ديال هاد ليكيب اللي فيه واحد المجموعه من النسق الفني ديال بزاف الناس دابا هاد لاسين هو تخي انا حطيت ليه كومبوزيسيون قلت ليه تقريبا بحالاش هو قال لي غادي ندير واحد اللي كيشعل العافيه لعيبات صافي مع زدت لي هاد الصخره انا ايماجينيت ندير فيها وجهي دونك بلان لا السونس واعره صافي وطلعت طلع فيديو واعره صافي طلع فيديو كان المشكل عندنا في الصوت ولكن كان الحجر الصحي ما عندناش كندير ما درتش شي ميكروفون برو ما كان ما كنتش كنت بلا ايبود واش كنت ولكن هذا هو البلان انا ما شين بعد في تويتش ندير دي سيونس ديال كيفاش هذا غادي يكون واعره صاحبي بحال دابا شي بارتي تكون خدام فيها على شي بارتي في شي فيديو ولا هذا وتبغي توري لاك اكزامبل شنو مجموعه من الاشياء مثلا بريباراسيون كيفاش تبريباري كيفاش ليدي تديفلوبيها اشنو هو دير كاين واحد الشق فني وكاين واحد الشق تقني فهمتيني وكاين الشق اخر ديال لا جيستيون فهمتي شنو نقول لك هذاك الشق الفني قدر كاين ديال التكنيك كنخدم بهم والشق التقني كنخدم به ولا جيستيون دونك خاصك تكون كديرهم الحقيقه ثلاثه الا كنتي بغيتي تخدم في المغرب لان المغرب اللي بيجي فيه ديال الزبل في المغرب بيجي ما كاينش وحتى صاحبي كنخدم مع الناس الشهيرين مع لي مارك كيجيبوا لك ما عندهمش مساكن كيقول لك ما عنديش ملي كتقول لي كيقول لك فيديو في الديجيتال كيسحب له 1000 انا راه قلت لك على واحد النهار واحد راه معروف في الانترنت وعنده المهم عنده واحد المؤسسه كبيره وجا قال لي بغى يدير التاريخ اللي ما قراوناش وبغى يدير هو يقول لي 1000 درهم للحلقه كي غادي دير 1000 درهم للحلقه قال لك بغى 60 حلقه وفاش ما درتهالوش مش خدا المهم خدا اللي زيده وعاودهم بالطريقه دي ما تخيل هادو هما الفلوس اللي كيدورو في هذا يعني ما كاينش فلوس ما كاينش ميم فاش تبغي دير شي فيديو ديال يوتيوب وهذا ما كاينش حتى الادز ماشي شي حاجه اللي ترد لك يعني غالبا كديرها من اجل داك الفيديو صافي من اجل داك الفن يعني بحال شي لوحه كتقاد انت ولا شي حاجه ماشي على حسب كاين ديال الفيديو اللي كديرو بحال شي حاجه كتموت كتبغي تبين داك الفن كل فيديو مثلا كيفرض عليك الوقت خاصك تشرح بحال هكا ديالك فيديوهات ولكن لاشين يوتيوب انا درت واحد الغلط فاجي تفهم
فرضت عليها واحد الستيل فهمتيني. فملي جيت حط فيها مثلا هذاك باترفلاي افكت ما تحمش فهمتي فيلم مزيان اللي درتي دابا قناه اخرى اللي فيها وي. لا لا انا تيبان لي واخا هكاك زعما مازال ما عمر ما غاديش يطلع الويب وهذا اليوتيوب في المغرب حتى يبداو زعما الشركات يبداو بحال دابا حنا عندنا مشكله بار اكزومبل ان بنادم تيحشم انه يدير اشهار في وسط الفيديو ديالو. انا جيب اخر مره دو على باتريون ديالو داروا لي بالبال داروا لي بالبال على باتريون وعلى هذا شي حاجه اللي زعما في ميريكان راه دخل شي فيديو ما كاينش ما تلقاش شي فيديو ديال شي واحد فايت 100,000 سبسكرايبر ما دايرش اشهار ولا شي حاجه. كيسحب لي دابا بيزنس موديل صعيب في المغرب يدير. درتي الاشهار هذا القسم الكريديبيليتي فهمتيني قايتي الكريديبيليتي تبقى محشر هذا دابا واخا تبغي دير واحد القيت تقول انا كري غير بوغ لا كرياسيون ما يمكنش. المشكله عاوتاني كاينين هنايا جوج د الحوايج. هو المجتمع ديالنا ما تيتقبلش مازال ما وصلناش بحال الامريكان واوروبا ان الاشهار شي حاجه عاديه. يعني تقدر دير اشهار تقدر دير انا ما عمر درت شي اشهار تماك في دوك الفيديو ديالي يعني ما عمر هذا واخا ولكن انا عارف ان البنادم ما غيتقبلش انك تجي تقول لهم هذا بسبونسوريز هذا. ولكن كاين مشكل اخر عاوتاني في هذه القضيه هو عاوتاني شفتو هو ان بنادم حيت هادشي حشومه ديال دير اشهار تيدير اشهار بلا ما يقولها. يعني مازال ما عندناش قوانين تيولي تيدير لك فيديو اشهاري هو ما عارفش انت بالراي اشهاري راه ماشي تيديروها بزاف ماشي في اليوتيوب ما تيديروها بزاف في انستغرام مع دوك الميك اب ومع دوك هو انت كيبان لك اخلاقي ولا قانوني خاصو يقول زعما الناس بحال انا بحال دابا في امريكان الا شي وحده بحال ديك المعروف هذيك الكارداشينز وهادو شحال مره درت اشهار بلا ما تقول انه اشهار وتيضربوها خطيه تيقولوا لها خاصك تكتبي بالراء هاشتاغ اد ولا ديري شي حاجه باش تعلمي الناس بالراء اشهار بالراء هادشي راه انت دايره مقابل فلوس ماشي دايره عن زعما غير عجبك البرودوي ودرتي. دابا انا تندور في يوتيوب فيسبوك كنلقى بنادم حل ليا شي شركه ديال الحوايج تيقول لك شوف شنو داروا باين اشهار باين ان اشهار وان عطاوه دوك هذا باش يدير لي وفي الاخر تلقى بالراء دوك هادشي مازال ما مقنش عندنا. انا ضد التقنين ديال الانترنت وما عنديش مع ان الدوله تدخل ولكن كاين شي حوايج اللي خاصهم الحمايه ديال المواطن اللي هو بحال هادشي راه مازال كاين عندنا شحال من حاجه ناقصه. ولكن هادشي عاوتاني في نفس الوقت خاص المجتمع يتقبل ان الناس راه ما تيديروش غير هادشي. بار اكزومبل واحد دابا انت الفيديو انا نقول لك فيديو ديالي ديال القلاوي عقلتي على داك الفيديو ديال القلاوي هذاك شهرين ديال الخدمه شهرين وانا خدام عليه كل نهار كان قاد عرفتي باش تجيب داك اللقطات لاصقين باش تكتبو بواحد الطريقه اللي تكون واحد روائيه وماشي غير تاريخيه وفي الاخر ما كتدخل والو ما كاين لا اشهار لا تلعبه وفي الاخر كاع يوتيوب تيقدر يحيد لك دابا الاشهار ما كتدخل منه والو. دونك شهرين بوليتيك حيت بوليتيك وفيه واحد اللعيبات اللقطه ديال جيم جونز ما تمونيتيز بزاف الفيديو ما مونيتيزش عندك في سميتو لانه فوق تخرج على السوجي ما كيبقاش المونيتيزيشن دير غير شي لقطه يا صاحبي فيها واحد تيضرب واحد ولا شي لقطه ديال هذا كيمشى مشى الفيديو هذيك باترفلاي افكت شحال انا خدام عليه حيدو لك الاشهار حيدو داروا لي مون 18 باش كيشوفوا الناس فهمتي الفيلم دونك يوتيوب براسو ما فيه لا اشهار لا تلعبه والشركات ما متحمسينش انهم يدخلوا كما قلتي ما عندهم لا بودجي لا والو ما تيبغيوش تيبان لهم هادشي غير ديال الدراري الصغار باش نعطيك مثلا انايا كنا مثلا فرضا كنا بحال الامريكان هذوك الناس كيتعاونوا وكيجمعوا البودجي انا والله غير نخدم خير بالله ما خاصناش ما يسمعش الموديل ديالي كيفاش مبني بني على انني تخدم في كرياسيون ولكن هو ميم تو خاص نخدم لو ميم برودوي ديالي اللي هو الصناعه هاد الحرفه ديال لا رياليزاسيون الحرفه ديال الانيماسيون هادشي نخدم عند الكليون في لي بروجي ديالهم يعني الوقت ما كيشدش ليا فهمتي فهمتي خاصك مره تجي هنا او دماغك ديما في واحد القنت ديال الشركه والكليون اما انك متفرغ واه عجب شي مزيان الله يعجبها صح ولكن هادشي خاصو خاصهم شحال من ارتيست في امريكان هذاك روكيت جامب واحد الارتيست راه دار واحد السيريا على جو فيديو على صحاب الجيم دار واحد ليكول زعما ديال صحاب الجيمين وروينك حلا واحد الشيء هو معروف فهمتيني تمشات لي مخيره هذيك كامله راه جامعه سميتها كروفاندين هذيك راه جامعه عند الناس فهمتيني كيشوفوا البودجي وكيبدا خدام اي سا مارش
دابا حنايا حنا او عرفت حتى حنا عندنا عاوتاني النيفو فاش هابط في شي قنوات يعني تيوسخوا كل شيء. يعني بنادم شركه ما كتبغيش تقرب كاع اليوتيوب دير مع هاد تقدر دير معاكم كشركه اخرى ديروا لها الاشهار. وكاين كنهضر على زعما على الكونتنت كرييترز كيشوفوا كل شيء بحال بحال. يعني انت وداك الاخر اللي كيدير داك قبلتها وضربتني وهذا تيجمع كيشوفوا الاخر حسن لانه كيشوفوا تيجمع كيشوفوا السبسكرايبرز. دابا ولاو الشركات الاجونس كيشوفوا الانسان بالارقام. ديجا بنادم وصل لهاد المرحله هذا في الشركه راه كاين لي انفلونسور الصاط راه ما نعاودش ليك راه كيتلاقاو مع بعضياتهم راه ما كيدويش مع الاخر وعاد كيهز الاخر البورطابل الاخر كيتنكرا ناري غادي يشد لي ستوري ناري علاش ما يقربش معايا علاش ما تصورش معايا علاش ما طاقانيش انا ما حاملنيش اقسم بالله وكاين واحد الحسابات ما يمكنش انا حضرت واحد النهار ما بقيتش كنشوف داك الشيء كنقول واو الناس تيخين والله الا تيخين بالله. ودابا هو مع كيتزادوا ليه النمر مع كيتنفخ فهمتيني مع كيولي عنده يدلي بدلوه في اي موضوع وعنده الثقه التامه في انه ما غلطش لانه عنده لي فولورز فهمتيني هذه كتصير بنادم هذوك اللي شي كينفخوا الناس فكيولي بنادم كيحتقر الاخر فهمت اش غنقول لك لانه فقط عنده ما كيتواضعش كيولي واحد الروينه فهمت. انا هادي كنت كتبت عليها واحد البوست كنت شفتو عند واحد الاخر حتى هو واحد المهم بلا ما نقول سميات وكذا ما حتى هو عنده لايكس وكذا وهذا وكتبت واحد البوست قلت لهم هذا هو اللي كيردني الارض. يعني قداش ما طلع كنشوف داك التخربيق اللي كيشوف تنشوف الالاف ديال لي جيم كنقول الحمد لله راه بعدا هادشي ما تيعنيش ان ما عنده الثمنه ما عنده الثمنه زعما ديال ان ذكرت يعرف ولا ان هذا المهم بشكل هذا غريبة ولكن خاص غير بنادم يفهم انه سيرتو راه شحال واحد بحال دابا في كورونا هذوك صحاب الماكياج شي واحد بدات كدوي بدات كتسب واقيلا في الطبال ولا ما عرفتش شنو عقلت عليه داو الحبسه ديك واقيلا اشي بالك انت فهاد القوانين هادو اللي ولاو تيديروا فهاد الوقيته ديال كورونا وهاد بحال مي نعيمه وهاد دابا مي نعيمه انا في الحقيقه جاتني شويه بزاف فهمتيني دابا انا في الحق ولكن دابا خاصك اي حاجه ديرها في الكونتكست ديالها اللي هو السمكان ديال ديك الوقيته فاش دات بحال وقيته ديال الحرب بحال وقيته ديال الحرب هذه الوقيته هذه الوقيته فاش قالتها قفرت السوايع ان انت بنادم ضارب معاه صح لا ضارب مع بنادم على اي واحد كيشككوا في الامر راه بحال عاودتي هرس لك الفيلم كان دونك حتى خدمه كبيره هي جات درت فيديو وسيرتو عندها شي مليون متتبع ولا ما عرفتش 100000 هذا بحال هنا في ميريكان كاين في قانون ديال حريه التعبير هو ان تكون imminent danger. يعني شنو البلان بار اكزومبل انا نقول لك انا ضد التجنيد الاجباري ياك ضد التجنيد ما غنتقبطش هنايا في ميريكان على ضد الا قلت هذه الهضره هذه حريه التعبير. ولكن الا كنا في حرب ومشيت قدام داك فين تيديروا التجنيد وقلت لهم لا ما تسجلوش تنولي تنأثر ديريكتومون على السياسه وغادي يشدوني ديك الساعه ما كاين لا حريه التعبير لا حتى دونك هادشي اللي وقع لامي نايم يعني انها باركس فيها كنظن كنقاصح كنقاصح ولكن راه خفوا على دابا ما ضربات غير 3 شهور هذه. ولكن انا صراحه ضد انها كاع تحبس ما كنتش كاع انها تحبس كان هاد بحال هذيك السيده اميه ما عيطوا ليها هذيك يخلعوها يزعزعوها يقولوا لها تكالماي ولا شي حاجه هذاك الشيء. ولكن تيبان ليا زعما ما عرفتش شويه قاص هاد القوانين مع بان ليا تقبطوا بزاف ديال البشر على اي حاجه دابا اللي دارت هاد القانون الطوارئ راه شحال يكونوا فايتين 40000 ولا شحال 40000 اللي لقاو بلا كمامه اللي خارج اللي هذا شويه ما عرفتش ولكن مزيان دابا تتخاف هادشي كاع يتضرب في الزيرو انت الشباب مثلا انا مثلا السيده كتعاود ليا كانت غادي في الطريق وبعد دخلت كونفرساسيون مع بوليسي قال لي عرفتي شنو كيديروا لينا هادشي راه وسط من الحجر الصحي وسط من الحجر الصحي الناس الدراري كيخرجوا كيبداو يلعبوا مع البوليس تيدير انا البوليس كيبقى تاع مغاربه مراه واش عاد تشد من واحد ماشي راه تشد بزاف
دابا بحال داك اللعيبه ديال فاش يديروا التليفون ويهضروا. بعدا داروها بزاف اصاحبي، عرفتي شحال ديال الاطباء قالوها لي ديال تيهضروا في التليفون داك النمره ديال الكورونا. فهمتش راه 60% ولا 70% ديال لي زابيل ديال الضحك. تخيل دابا هادي انا ديما بهدياش انا. لا ما صافي والله حتى بزاف مشكل عميق، والله الا مشكل عميق. بالله شدير مع بنادم هادشي اللي قال لي، هادشي اللي قال لي. انا كنتعجب لهاد الناس دابا، راه كيما كتعجب هذاك كيمشي يسحر، راه كاين شي ناس مريح في دارهم طرونكي بحال ما وكذا، كيشد فلوس عنده 50 درهم ولا 100 درهم، كيشد الطاكسي ويمشي عند السحارة باش يدير اونجي مروان في امريكا. لو ما عندهم فين يشدوا فيها. دابا هذا شنو قال لي دابا؟ لا ماشي مريض، اسمه محروق من الداخل، محروق. انا سي اكزاكتو مو كاينش ناس الله يهديهم. واحد الوقيته كنت نفكر ندير هذه القضيه ديال السحاره، كنت تفكر كاميرا خفيه وفيديو ديالها تمشي تسحر شي لعيبه تسول وتبقى تعطيك دوك لي زانفورماسيون اللي يكونوا غالطين عليك وتصور توري هاد. مي من بعد قلت ما يحتاجش بحال هاد. عرفتي كيفاش تمشي عند الشوافه وتبقى تقول لها قولي لي، تقول لك راه مات لك كدا وراه عندك هادي داكشي اللي لا علاقه مع ما عرفتش عمر شي واحد دار هاد الفيديوهات بحال هاد. دار غسان. عارفش كل كدر على نص والله ما عارف، ما تفرجتش. شوف السنه هذيك اللي كيدير الميكرو طوطوار. لا واحد تيدير سميتو تيدير البرانكس، واحد الدري تيدير برانكس. ما حاولش تكون عارفته. اوكي عالم. انا نوض نسد الشرجم باسكو عرفتي شنو واقع عندنا حنايا دابا. العاصفه حلم. والله دابا صاحبي كنصادو شويه ولا سير بدخل عليا لما كاع اساس الشرش نتاعي. سير خلاص الدراري. شوف مناش كنشرب من البوليزه قداش اللي كتكون في الدار بوحدك، ما كتكونش في المدام، كتولي سميتك طوني، كتشرب من البوليزه ديال الماء كبيره وكتبقى تضربها الطوني. انا معك. سير سير. الصباح كنصاد ودابا شويه تقلب الجو ولا عاوتاني العواصف والرعده. اش كلشي كيضحك؟ اش واقع هنا؟ انا كلشي كيضحك حيت كنتهمش كنشرب. باهي وبوديزا قلت انا خليتها ديال لها اشهار بوديزا قداش صيفطت المدام خير من طاقه واحد اخويا. دابا عندي جوج دراري عسيره بقاو كيتفرجوا في التلفازه حتى ولي ناقد سينمائي بقوه ما تفرجش ودرت وليت مخلوع عليها صح. ما يمكنش هاني يا صاحبي هاني ياكل انا يا اما ملي يكون صغير ولا بحالي انا فاش كبر عاد ولا تفرج لكل شيء. لا خاصو يلعب. هاد الجينيراسيون كامله الجايه دابا طالعه بحال هكا. لا ديتو العروبيه ما كاين لا بيسي لا والو. اشنو كيدير؟ كيجمع البيض ديال الدجاج كيشي يجمع مطيشه داكشي كيقيس بيديه. هاد البلان زوين. شفتي واحد القانون بغاو يدوزوه هاد الايام ديال 20 مارش 200 مليون ولا مارش حاب لازم شحال كانوا داروا 20 مليون الصحافه الصحافه الورقيه مارش حاب بغاو يعطيو 100 مليون 70 واقيلا باش 200 مليون يمكن درهم يعني. قريت فلاما بارتس عليه صراحه ما قريتش قرايه. اش كيبان لك انت في بحال هادشي ديال كنت باغي نسولك نيت هادي وعندها علاقه حتى مع الاخر ديال الدعم السينمائي. شنو تيبان لك انت في داكشي الدعم؟ واش تيعاون السينما ولا ضد انها تيهبط في النيفو ديال السينما؟ ماشي من خاصك تشوف بالريزولتا. خاصك تشوف بالريزولتا. دابا الريزولتا اللي عندنا ما كاينش ريزولتا بزاف. الريزولتا بات لي 200 مليون درهم. هذيك 200 مليون درهم. شوف انا كيبان لي في السينما ديالنا ما يقولش شي واحد الانتاج ما تاثرش على صناعه الفن من ناحيه الكتاب. دابا حنا كل واحد كيبدا يقارن مع امريكان وكيبان لي ديالو هو داك امريكان مزيان، ولكن راه امريكان سين وحده مقيومه بقيمه فيلم مغربي. سين وحده ديال توم كروز شاد الطياره هذاك هو عندالي السفونيه الحمراء ديك اعتبرها فيلم. فهمتيني؟ يعني ما يمكنش. يعني خاصك تفكر داخل هذا الاطار. انا مثلا ايران بالنسبه لي السينما عرفت تلعب في هذا لونجو. مشيتش تعلق في التفلق، كتكتب سينما
السينما واعر. راه كان ربحوا واحد راه تاهلت الاوسكار واحد واحد الفيلم ديالهم ما عقلتش شنو سميتو ما كان حيح ما عقلتش شنو السميه ديال هذاك الفيلم ما كان السينما عندهم انا تفرجت لهم متفرجش بزاف الافلام ولكن السينما عندهم اللي كشي تاثر فيا بواحد الشكل ديروا عرفتي واحد الفيلم ديال واحد الصاط عنده غير صباط واحد فيلم واحد سطانس هو اخته ياك راه هي كانت دابا كان هو عنده صباطو وكانت عند اخته صباط راه هي جات الشاب صباط كيخرجوا برا الدار جات الشاب دات صباط اخته ولا هو شنو خاصو يدير خاصو يعطي صباط لاخته تمشي ليه للمدرسه وعندهم مدرسه البنات الصباح ومدرسه الولاد العشيه هي خاصها تمشي يلبس صباط ويمشي هو للمدرسه حيت ما يمكنش يمشي في الصندار وبا فقير وهاديك تفرج لك المعاناه ديال داك الدرب عرفتي كل مره كيجي معطل وكيجي حرقان انا وراك اللعيبه طرات في القصه اصطدم دابا هو كيجي حرقان وكيجي الصداع مع الاستاذ وبغى يدخل واحد المسابقه ديال الجري بقوه ما جرى عليه روتور من دراسه الدار ولا كاين شي مزيان بغى يدخل مسابقه الجري اللي غيربح الثالث غادي يربح الصباط تما قال ديالي وقع كيضرب داك الاستاذ وكيرغب فيه باش يمشي داك الصباط وفي الاخر مشى للصباط وبدا يجري ويطيح ملي طاح كلشي سبقو وبدا يتفكر داك الصباط وبدا يجري وغمض عينيه ويجي هو الاول لو ربح كاس وكيبكي عاتي على منظر كيزيان سبويلتي لهم الصاد سبويلتي لهم الفيلم انا شاي ندير انا انا كاين انا كاين واحد الفيلم اللي عجبني ولكن ما عقلتش يوناني يمكن ما عرفوش عمرك تفرجتي له سميتو كانين هذاك السنه ديك بحال قلتي ديك الدرسه مالي حدا الدرسه هاد كانين هو شنو هو واحد دوكتوث هذا ديال واحد القصه كامله حتى هي بسيطه بحال هكا وعرفتي فيلم واعر حتى هو تاهل كان وطلع لهذا الفيلم هو ان واحد الراجل شد ولده وبنته وحبسهم حياتهم كامله ما عمر خرجوا من الدار من الفيلا و تيقول لهم هما ما عرفتي تيبين لك كيفاش ان الانسان زعما الا تصدفوا عليه في واحد الدار وما عارفش العالم الخارجي شنو كاين كيفاش غادي يطلع ومام فاش قال لهم هو فاش طيح لكم هاد داك الناب فاش يطيح الناب عاد غادي تقدروا تخرجوا من هذه من الدار وتي باغ اكزومبل كدوز طياره فوق الدار وهو تيقول لهم هذيك الطياره كيجيب لهم طياره صغيره تيقول لهم ها هي هذه تيجيب لهم غير صغيره بحال هكا تيقول لهم هذه هي اللي كانت طايره فوق الدار فهمتي عطاهم واحد المفهوم اخر على العالم وقصه المهم انا بلان قصه واعره واش دابا بحال الخدمه هذه خاص في المغرب الدار هذه الكتابة والناس كيكونوا الناس تبارك الله ديزاين ديريكت واحد تيكونوا الناس اللي كيكتبوا قارين وهذا الشيء نتيجه المدرسه ونتيجه قلت لي على السينما الايرانيه وانا نتفكر واحد البوست كنت شحال هذه ما عرفتش واش يبان لك فار اكزومبل هنايا شوش يبان لك هنا هذه كيفاش تكون الفيلم وكيفاش يدوز في ايران هيا هنا شي هاد اللقطة هادي معري عندها هاد شوية هنايا هما جوج رجال لبسوهم والله إلا هذا من إيران هاد لقطة بحال هكا هو جالس مع مرتو تيطيروا في السينما في إيران كتلقاه داروا لها موديفيكاسي حلال هيا معري هنايا كتافا كيحيدوا لها عندهم مازال عندهم هادشي إلا دازت في السينما ديال إيران وعندهم لي زيف كبار تي سي مودي فيو ولكن راه دغيا طاس ملي بصاخه ولكن حنايا تنضحكوا واخا هكاك على هادشي ولكن راه حتى حنا شويه عندنا الرغبه بحال دابا داك الزين اللي فيه كيفاش ناضلوا الناس وهذا انا جاتني شويه زادوا فيه بنادم ما عرفتش حيت هذاك في السينما لا ولكن هو كيشوكي هو راه الا جيتي تشوف راه ما كيشوكيش بحال الافلام اخرى راه غير داك التسريبات اللي خلاوه يشوكي بالناس وما راه كاين افلام اخرى انا شخصيا هذاك الشيء شوكان علاش هو علاش شوكان حيت شتيه مفرق حيت شتيه مفرق في الاول يمكن ما توقع حيت شتو بالدارجه ما عرفتش حيت دابا هذاك الشيء مع ثقافتنا حنا يبان في السينما يبان قدامك تيشوكي يقدر يكون تيشوكي ولكن راه كانوا افلام اخرين صاحبي اللي فيهم حتى هما تخسر الهضره فيهم العاهرات فيهم هذا راه كاينين افلام زعما ماشي اول مره تدخل هو دارها استراتيجي من عنده
تقدر باش ينتشر هذا و... تقدر باش دير البيز ولكن هي هذاك الشيء ديال الثمانيات وهذاك الموفمون اللي كانت كدير مع السواعده وداك الشيء في الحقيقه جاني اوفر. علاش جاني اوفر؟ لانه طويل فهمت واش كان لانه هذوك لي سين طوال صاحبي بزاف بحال كانه هذوك لي سين تعمد انهم يداروا طوال باش يستفزوا الناس لانه بان الفيلم بان دير سين صغيره الا كان اجباري انك خاصك دير واقف عليها باش تشور المعنى فرضا ولكن ماشي تكون تي ديك الدار ولكن هذاك الشيء راه الواقع راه تيصور لك بحال تشوف الحياه ديال دوك الناس ودوك دابا شنو الغايه دابا هذا هو الغايه المخرج انا بالي الغايه المخرج واش يشوكي الناس هو النظره ديال المخرج هي اللي كتحكم هنا انا النظره ديالته انا ما متفقش معها علاش لان انا خاص انا راي المجتمع ما كتصدموش وانما كتمشي معاه بشويه 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 وكتحاول تكريتيكي فهمتيني في اطار انا رايي في اطار واحد الثقافه اللي تقدر تكون عف ماشي في اطار الانحلال ماشي ديال الانحلال وانما غير الاسبري كريتيف هو شنو كان الغايه عنده انه يقول راه هاد الناس راه هاد العيالات حيت راه خاصك حيت دابا خاصك تفرج الفيلم كامل باش تشوف شنو الغايه ديالو ماشي غير اللقطات انا فاش ما نقدرش نحكم حتى نشوفو كامل انا فاش شفتو راه كاين في نتفليكس راه جو بونس انه داروا في نتفليكس شراتهم من صدقات لحسن من السينما المغرب ولكن ما عرفتش انا تيجيني واحد الحاجه ما عرفتش السينما ما خاصش تمنع بحال هكا الفيلم خاص انهم يديروه ار ريتد ولا شي تمنع من السينما في المغرب انا تمنع من التلفازه علاش التلفازه كتدخل للدار ديالنا بلا الاذن ولكن السينما راه انا كنهز فلوس وعارف فين غادي نحطهم باش نتفرج في واحد الفيلم راه افلام امريكانيه راه فيهم لقطات اكثر من هادشي لا ما تنساش حتى الديجيتال راه كاين غد الديجيتال راه كاين غد راه عنده ضغط كبير واش عقل راه كانوا في السينمات كانوا افلام ديال كانوا نيت اباحي ماشي لا افلام اباحي كانوا كانوا في دوزو بعدا في المدنيه وفي السينمات اللي حدانا في كازا في العثمانيه ولا شي والله الا كانوا كيدوزو الافلام بالله كان تيدوز ما كانش المشكل وكانوا في سينمات وتيكون دوك اللي تيكونوا مجمعين في دوك السينمات تتلقاهم غير هما نيت فهمتي واخا تدخل السينما من فارق الطواليت طفو انا مع دخلت اول مره المدنيه يا انا كره ديك السينما اتحمل لا ولكن انا تيبان لي السينما خاص تكون عندها السينما بحال شي باج كتكون بحال شي باج ديال فيسبوك خارجه فهمتيني اقسم بالله العام وكذا فيها بنادم محشر وهذا هو واحد الحاجه اخرى عاوتاني راه ماشي غير هذا اللي تمنع ماشي غير هذا الفيلم راه كانوا منعوا حتى شي فيلم ديال نوح فاش خرج الفيلم ديال نوح والمشكله ولكن غنقولك المضحك في هذا الامر هذا هو ان اللي شد دابا السسام دار فيلم فاش كان هو دار اخراج ديال الفيلم ديال عيسى يلا او يلا شنو هذا هذا الفاسي الفهري ولا الفهري ولا شنو دابا ماشي اللي كان قبل لا اللي كان في القصه ديال داك الفيلم اللي تمنع واش سميتو بعدا الفهري شي حاجه الفاسي عقلت شكون هو ما هو دار فيلم اللي هو نيت براسو على واحد النبي اخر بنفس فهمتي وجاء الخاطر انه يمنع فيلم وهو داير فيلم اللي بحال هذا دونك كاين توازنات اصلا ما كاينش هو مالو خاطر فهمتي غير كنت توازن دابا الضغط بحال دابا فيسبوك هادشي كيضغط اصلا ولكن واش الوقيته ديال الديجيتال فاش منعو دونك فهاد الوقيته غير هو انا تيبان لي زعما عرفتش بزاف ديال الناس اصاحبي ما تيطلبوها اصاحبي بان بحال دابا في السينما كي قلتي تيحاولوا انهم يزيدوا يقيدوا السينما انترنت تيجي واحد يقول لك انا خاصنا نمنعوا روتيني اليومي ودابا كيفاش تهضر مع واحد باغي يمنع روتيني اليومي شكون انت باش تمنع ما تدخلش ليه وما هذا بيان سير انا هذه الفلسفه ديالي ابغي شي حاجه ما تدخلش ليها خليها تعيش ولكن انت صافي ما تدخلش ليها كاينه كيف ما كاين الخايب كاين الزوين كاين كلشي ولكن باش يكون عندك اختيار فهمتيني هو ما تكتب لي السميه ديالو سميتو صارم الفاسي الفيري هو هذا نيت كان مخرج حتى هو وكان دار افلام بحال هذه القضيه هذه ودابا هذه القضيه اللي كتقول فيها دابا انت راه كتوقع لنا حتى حنا نيت وحنا كنصاوبوا الكونتنت دابا انت ملي كتبغي تصاوب الكونتنت راه كتفكر في البوبليك تتفكر
فهمتيني كتقول لا هذا يشوكي الناس كتبقى تضرب تبدا الرقابه رقابه شخصيه ديالك انت رقابه شخصيه فهمتيني لانه انت غادي تكون عرضه للتنمر الا درتي داكشي اللي انت اللي بان لك فهمتيني شنو غنقول لك فكتبقى رابح الف حساب واخا مع الخطاط كيكونوا عندك شي قناعات ما كتكونش متفق معاهم فهمتيني تيكون الناس باغيين عندهم شي قناعات ولكن انت متفقش مع هذوك القناعات عندك قناعات اخرين وعندك الحجج باش مقتنع ولكن كتكون خايف فهمتي شنو غنقول لك هاد البال كتقول لا هذه كاينه نيت حتى في السينما جو بونس انت شتي دابا هو مثال نيت غير هاد العيوش باغ اكزومبل دابا حتى واحد ما يقدر يزعم يدير شي حاجه بحال داكشي ولا قريب له ولا انا يدير لقطات غادي يتخلع يقول انا نديرو نصدق عاوتاني مانعين ليا الفيلم ضربت عليه عامين ديال الخدمه ولا عام دوك براسو غادي يولي تي دابا هنا خاص هنا خدمه كبيره هادشي غريب الصراحه غريب وفهمتيني خدمه سيت ترافيس خدمه زعما دو فون زعما ديال التعليم ديال التربيه من الاول غير تقبل الاخر خدمه على هذا النصوص ماشي انا بالنسبه لي ماشي كاع تقبل ما تقبلش اسيدي الاخر دخل سوق راسك انا هذا بنادم يدخل سوق راسه وبزاف اصاحبي تندخلوا في سوق راس الاخر كل واحد يدخل سوق راس لا واحد الحاجه شي حاجه اللي ما مفروضاش عليك انا نقول لك باغ اكزومبل انا شي حاجه بانت في دوزام ولا تنخلص فيها الضو اللي كيمشي لداك اللعيبه ديال الضرائب ديال دوزام ولا لهذا ولا التلفزه المغربيه نتفق معاك دوزو شي حاجه ما عجباتكش غوت ولكن انت تجي لواحد في يوتيوب بار اكزومبل وحده سيدي تتصور الصالون وتتبين داكشي اللي عندها وهذا ما نقولوا كاع داكشي شويه هذا اب تو يوتيوب كيقول لك ودي كيطلع للدراري الصغار هذا هو المشكل ديالها اي سينياليوها اليوتيوب على اساس انها تطلع للدراري الصغار ويديروا لهذيك اللعيبه ديال بلس 18 بكل سهوله يعني وتسبق ان حريه التعبير داخله زعما يوتيوب وفيسبوك هذا عندهم قوانين ديالهم الخاصه خصهم يحترموا هذوك الناس ولكن ماشي تجي تا وتمنع شي حاجه غير حيت ما عجباتك متفق معك في هذه القضيه خاص المنع ما يكونش تكون الحريه ويكون اللي دايما نقاش كل واحد يدير اللي بغا ويكون نقاش وقنعني وقنعك صافي ما قنعتينيش ما اختار الله يعاون ما تفرش فيك تهلا صافي وندير حاجه اللي عاجباني وهكذا نتعايش داكشي اللي كان داكشي اللي كان قول لي غادي فوقاش تطلق لنا ستريمات ونشوفوك كتقاد لنا الاضواء قريب قريب واحد كان سول تما على جنب الحيط سما انت راه سدوا على جنب الحيط شنو جنب واحد ما عمرك شفت جنب الحيط لا خاصك تفرج فيه الصح شنو هذا عائلتي بروجي خدمته خدمتي انت في القصير بيان سور انا ايه جنب الحيط تفرجت له صاحبي اما عقلتش على سميه واش هذاك اللي تي 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 تبواق ولا شي حاجه لا لا ماشي هذاك لا كيطلع الصار لكن كاين في فلاشين بلاتي بلاتي نشوف دابا مزيان نرد الصوت مازال دابا هذا خويا هادشي عميق عندك اخي مصطفى كتسمعني في الاخر غادي يبان لي واحد الصور طول شنو قلتي في الاخر شنو يبان لي واحد الصور كبر صافي لا لا بان لي بان لي دابا هاد البروجي هذا ستير يا صافي اوكي هذا راه مصطفى سوينغ العميق والله لا عميقة
خاصه ناتي دابا دابا فهمتي السؤال دابا هذا كله ميساج لهذا الفيلم اش اخذني الوقت هذا واه قلتي غير هذه واحد السيمانه كنت هضرت معاك انا وياك على الانيماسيون قلت لك زعما تخيل يكون شي استوديو دانيماسيون بحال دوك المونغا د الانيم اللي تيرن جابو قلت لي هذاك الشيء راه امبوسيبل في المغرب زعما كاينش بلاد كاينش بلاد دابا هذا دابا هذا عام الحين شي راح الموفمون اللي كاين تما كاين فريم باي فريم الانيماسيون اللي كاينه كاينه فريم باي فريم والفريم باي فريم صعيبه هاد البروجي خدموه مع هاد الارتيست من داك البوزار ديال التطوان دابا البوزار ديال التطوان الدراري كيتعلموا راسهم براسهم ماشي ما عندهمش دخل في الكيرسوس ودرت معاهم واحد الكولابوراسيون وخدمنا الفيلم هذا بدينا مع بديت معاهم وكملت راسي انا وليت كندير دونك قدوها فريم بار فريم تترسم بحال دابا هذيك اللقطه فاش غادي يضرب الحيط راه خدمه باش تلمس الحيط فوتوشوب داكشي مرسوم فوتوشوب صورة بصورة قال لي واحد واو سوي ساكت فهمتي دونك هاد البروجي هذا زعما فريمون سا مانتريس راه شوف من بعد ان شاء الله في هاد التويتش ان شاء الله غادي ندير وركشوب ديال هاد العيد تا صاحبي راه خاصك تدخل بنادم لهاد الطومين صاحبي يوليو عندنا التالنت حتى حنا وبنادم خاص والله الا خاص فهمتي لانه من والو راه بنادم يقدر يبغي راه يافونسي راه يمشي مزيان هذا هو ديما واحد الحاجه كيسولوني انا بزاف تيجيني ميساجات وهذا تيقول لي شنو ندير باش نبدا في الديفلوبمون شنو ندير باش نبدا في الفيديو شنو دير هي بدا هذا هو اللي دير تلاح راه ما حدك ما حطيتي يدك في السخونيه راه واحد يبان لك داكشي كبير وبعيد وصعيب وهذا بنادم ما تيزعمش على ديك الخطوه الاولى هذيك هي هاد اكزاكتومون هادشي اللي كاين ودابا هو معاك يشوفك انت تبارك الله ضرب كاين بروجيات كبار تيقول صعيب ما وصلتش صعيب تيديسه من والو يعني في الاول كدير والو كتغلط ما كدير كتجيب والو كتغلط انا تقريبا ان شاء الله ندير واحد الكونسيبت غادي نديرو في فلاش لاشين اليوتيوب عندي غنبدا الجمعه الجايه نديرو اول حلقه كاين دي بيرسون كاين شي ناس كاينين في المغرب عايشين معاهم دوزو ما عرفتش شنو خرجوا من واحد غنعاود القصص ديالهم المغاربه بحالنا بحالهم ما معروفينش بزاف كاع فهمتيني وتتلقاهم دايرين دي زيستوار واعرين ماشي بالضروره ولا مليونير لا ماشي داك اللي خرج من داك البؤس اللي كان طريقه مريضه ودار كارير ودار بلان صافي شنو تسمي هذا شي سلسله ولا شنو غنسميه غير حدانا الدراري زعما راه غير حدانا راه كاين بزاف ناس واعرين انا هذه المهم ماشي بالضروره ان كارير ولا ولكن انا تنطلق بار اكزومبل مع شي واحد تطلق مع شي راجل دابا تيبان لك عنده 60 عام 50 عام حتى ما عارفش اش طرا السطر مشى لسوريا تحارب مع ضد ضد اسرائيل دخل في ديك الكتيبه اللي صيفطوا للمغرب اجي واحد تطلق تيبدا يعاود لك شي حوايج تقول هذا دابا جالس حدايا عايش ماشي اللعب ماشي انا المشكله انا هو اللي باغي ندير القصص ديال الناس عايشين معانا ودايرين بلانات واعرين اكيدين داكي بعد طحت على اربعه البيرسوناج في الكونسيبت عندي لي زيستوار ديالهم انا كنسمعهم تنقول كنبوش ناس دوزو دي زيستوار واصغار كاملين صغار كتقول واو كيفاش يكون الكونسيبت ديال الفيديو واش غادي تكون غير كتهضر معاهم ولا غادي تكون انيماسيون بحال كيف ما درت مع جيم جونز كنعاود القصه وكيبانوا لي زيماج ديالهم العيبات مزيان تيدي ولكن الكتابه هي فين كاين الفيلم كعرف دابا انت هاد لي فورما ديال يوتيوب جداد انا كنصح الناس اللي عنده شي فورما يخدم على الكتابه يضيع وقته في الكتابه هادشي اللي اكتشفت انا شتيني انا في كنت ندير التكنيك ما يضيعش وقته صافي الا بغى يدير شي لعيبه خارج عليك دماغه وكدا كتشوفها بحال داك الغول اللي درت الغول وسمع بناتك جنب الحيط مره شتيني انا فيديوهات انا تحت الكاميرا
كتحط كاميرا وكتهضر وهذا، ولكن بحال دابا بحال دابا الفيديو الاخير درتي ديال هذاك الله يرحمه سميتو ديال بشقرون، بشقرون المحتوى اللي فيه هو كتبت سوا قدمت على صافي وراه شتي راه تشاف مزيان لانه الكتابه اللي مهمه. انا هذه النصيحه اللي ندير حتى وحتى راه صراحه حتى فيديو اخر راه كنت درتوني حيت انا الشهر اللي فات تحمست معاه كان ما كاين ما يدار ودرت ربع هذا الفيديو، كان واحد على الكوميديا ما عارف واش كنهضر على الكوميديا في المغرب وهذا، درت كتابه وراه تشاف زعما سيوجي اللي بعيد انك تتهضر على الكوميديا بحال هكا غير فيلوزوفيك ما هذا. ولكن واحد القضيه تاع لاشين اليوتيوب ملي كتبدا تلوح فيها بواحد الشكل منتظم كتطلع كتزاد بحال دابا انا دويت على 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 داك الدري الله يرحمه هذاك الطاهري شفت مع الساعه الاولى شفت 70000 فهمتيني الاخر هذا اللي درت ديال الموضوع مع الساعه الاولى شفت شي 70000 دابا انا اللي احتاجي تفهم الساعه 4 السوايع مازال ما نشوفش 50000 حيت حبستي فيها مده رغم هذا السبسكرايبرز اكثر من الاخرى لا لا انا بحال هذا البلان هذا واقع لي ما تنقدرش انا بعدا ما تنقدرش ندير سكيد ونبقى نلوح فيديو كل مره وهذا هذا الكتابه انت تبارك الله عندك الكتابه واعره شنو كل بوست ديالو كان نديرو فيديوهات كيسولوا الناس انت نكمل هرمز هرمز دابا انا المشكل ديال هرمز كاتبو خاصني نرجع الذكريات ديالي بعدا في الكتابه خديت الماتوس دابا خديت الماتريال على قبل باش نبدا نسجل الاصوات انا نوريكم الماتريال ديالي الماتريال هو عباره عن ميكروفون وهذا الكاسك الجميل وهذا نسجل هرمز الى كتاب الله قصص صوتيه وباش نكاردي بعدا واحد الماتير بريمير الا ما قدرتش رياليزي انا يرياليزي شي واحد في التاريخ ولا ديروا بودكاست راه شي واحد كنت درت واحد الفيديو انايا ديال 11 عام في ما عرفوش 30 دقيقه وعاودت قصه طويله عندهم جمهور اخر علاش لانه راه تشاف صاحبي انا قلت كاع ما يشفرش فيه حتى واحد علاش نقول لك علاش لانه الناس كيكونوا غادي في الطوموبيلات كيبغيو هذه الفورما ما فيها لا فيديوهات لا تصاور لا تلعبه كيسمعها كيسمع وغادي لانه ما يقدرش يشوف وبزاف الناس كيديروا الراديو ما كيعطيش ولي فورم بودكاست ما معروفينش عندنا بزاف في المغرب فهمتيني فلهذا الواحد ملي كيدير الفيديوهات كيصدق عليه بخير لا بودكاستات زوينين حتى هما انا تنفكر كاع نبقى ندير نورمالمون غادي نرجع نبقى نديرهم ونقدر نبدا نديرهم حتى دابا حنا المشكله مركزين على يوتيوب بزاف في المغرب ما كاينش ما ديرهم في ساوند كلاود ولا في سبوتيفاي ما صعيب دابا خاصك ديرو ضروري في يوتيوب باش الناس يتفرجوا لا واحد قال لي واش كان كامل هرموس في الكتابه فرس كامل تقريبا كامل حنا الغرب عندنا مشكل النهايه النهايه ديما كتطلع لها خاصني نتفكر في النهايه اوكي كاين شي سؤال اخر كاين شي كيفاش تخلصها في كيمشيو دغيا تقدر تسكرولي تيحبس درتي كيما عندها فيديو انا راه بحالي بحال الناس لا لا ما تشوفش في الكتابه شوف في الجنب اصاحبي كاين الكومونتيرات في الجنب وما كنردش والله ما انا جديد اخي انت قاصد تشوف الكومونتيرات اللي كيطلعوا في التكست انت عندك ثلاثه انا كنشوف هنا يا عمي لا 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 صاد خصك تشوف الجنب ديال الستريم عابه اسمح لي راه الحاجه انت تتعلم اصاحبي اشويه قلت له مارسي يجي سوينغ التويتش صافي غادي يدخل كلشي العالم غادي يعرف كلشي غادي تويتش اشنو اخر عندنا هنا واحد قال لي واش لي مسي مع هذا انا ما عارفش اخايا دوك المقررات ديال دوك المدارس فلان في الديفلوبمون دونك ما نقدرش نقول لك مي راه كما قال مصطفى راه التعلم الذاتي راه هو اكبر حاجه راه ما تقول ليش لهاد المدرسه لهاد المدرسه راه الا ما كنتيش انت صافا عليك راه ما غاديش قال لك شنو هو الماتيريال اللي خاصك باش تبدا في الدومين ما صات خاصك غير انا بعدا باش في الدومين ما كان عندي حتى بيس سكتي خاصك عندك كاميرا في جيبك اصاحبي راه تصور بها تطلع اللي بغيت وعرفتي دابا تيك توك الصاط واش عرفتي تيك توك شحال فيه ديال الكرياسيون مازال ما دخلتش انا لذاك تيك توك انا راه ما يمكنش شحال فيه ديال الكرياسيون زادو فيه دي زوبسيون اللي ما يمكنش شحال فيه ديال الكرياسيون يعني تيك توك بوحدو تقدر دير به الحماق دخلتي درتي شي كونت انت في تيك توك درت كونت وكنتيستي راه كل مره كنتيستي امشي سبسكرايب
ما كنشربش كندير لعيبات كنتيستيهم لعيبات كيفاه الدراري البراج بزاف هذاك تيك توك بان لي بيبلي شو دابا انا الان بواحد القضيه كان كراميل ياك شويه جاء مسان مسان تيكال شو فيسبوك لا لا دابا ولا الفيسبوك ديال الشراب بحالنا دابا كيقول انستغرام لا ما ندخلش ليه ما ندخلش شوف هادشي غادي بحال ما هكا فين ما تكون لاباس ديال الدراري الصغار كاين عرفها تكبر فهمتيني تما في الناس في الاعراف اضربوا عاد تيطلعوا طلعه صاروخ يا تيك توك واحد قال لك هنايا لينوكس قال لك لينكس قال لك تيك توك فيه فيسبوك ويوتيوب مجموعين الترافيك ديال فيسبوك ويوتيوب مجموعين في تيك توك وزيد وهو تكنيك مو بحال شي لوجيسيال دو مونتاج احسن من بريمير بصح والله راه هو راه بحال شي لوجيسيال دو مونتاج كدير فيه حمق باش ما نقول لك دونك الماتيريال الصاط بي سي اي بي سي يكون مزيان تليفون غتخدي الغرام راه تقدر دير المونتاج غير بالتليفون كاع ماشي حتى بالبي سي فرضا ما بغاش نتعكش انت نقول على حسب شنو جربت انا وانا طبعا بعد فترات ما كنحتاج كاع حتى الكاميرا انا واحد الحاجه بعدا انا اللي تنركز عليها وديما تنقولها في الفيديو ديالك ركز اكثر الا كنتي غتستثمر بار اكزومبل دير بديتي بورطابل وبغيتي دوز عندك شويه ديال المصروف بغيتي تستثمر في هذا ما تستثمرش في الكاميرا هي الاولى استثمر في الميكرو إذا كنتي غدير فيديوهات الميكرو هو الاول عاد الكاميرا من بعدا حيت راه الا ما تسمعتيش مزيان راه واخا يكون متشطش ولا كاع بورطابل ولا هذا الصوت هو الاساس الصوت كيعطي واحد النظره على ان داكشي كواليتي طالع على لا عندك صح اش من تبعتي شي سميتو فاش تعلمتي الجرافيك موشن وجرافيك ديزاين واش تبعتي شي تيتوريالز داكشي اللي في يوتيوب زعما كافي ان الواحد يتعلم شويه يبدا وهذا انا لا ميثود ديالي ديال الخدمه ماشي بحال هكا داك ماشي كنشوف تيتوريالات وانا ما كنشوف الانسبيراسيون كنتانسبيرا دونك كيفاش كنخدم شنو كندير الدراري بحال دابا انا كيكون عندي واحد الافكار متشتتين بحال عندي واحد السكريبت فرضا السكريبت عندي احسن حاجه يكون السكريبت انا كاتب فرضا عندي كيكون عندي واحد الافكار متشتتين كيبان لي تقريبا شنو هو ولكن الريفيرونس مو مهم بزاف تجيني تمشي كتقلب كتشوف انا الناس صيفطوا ديك مساحه ولا شنو هذيك كاين واحد القناه ديال اجي بلس كيديروا فيها التميم شفت دار واحد الشعر زوين تيدير هذوك راه بزاف راه دوك السورس انسبيراسيون واعر انا غير مؤخرا كدرت واحد الشعر كتبته في هذا ودرته في انستغرام وكنت باغي نديرو بحال هكاك وانا نشوف داكشي وقلت صافي هادشي بزاف هاد الخدمه وانا حطيت كاميرا وصورته وصافي ونتو شمات لا بزاف هذيك سورس انسبيراسيون زوينه مفرقعه وداكشي كاليتي دونك كنبقى اشك فوا قلاب وكنبدا نجمع كندير دي سكرين شوت هذا كنت بارطاجيت مؤخرا واحد الانفلونسوز واحد البلوغوز واحد الفيديو ديالها اصرعات ويا صاحبي شنو سميتها سميتها زين بشي لعيبة نوريك في انستغرام دايره الفيديو ديالها في انستغرام ياك هذاك موديل ديال كيفاش تريفيرونس هذاك الفيديو ديالها نقدر نعتبر موديل ديال كيفاش تريفيرونس سميتها زينب رشيد زينب علاشي انا جبتها رشيد زينب رشيد زينب رشيد هي هو الفيديو ديالها انا نديرو هذا هو الفيديو ديالها ديرو تشوفوه كاملين باش نوريهم انه هذوك كل سين هي بوحدها لوحه مرسومه بوحدها هذا ولا واش اخر واحد دارت اندر ميوت باش تسمع صافي grandir Ce verbe vous fait-il peur ou plutôt rêver ? Je pose la question parce qu'on me reprochait souvent de ne pas être très mature pour mon âge. J'avoue que je n'ai pas le talent des Hadgat et apparemment, à 28 ans, je devrais l'être. Pourtant, je n'ai rien contre les tâches ménagères, au contraire, je les trouve importantes. J'avais du mal à les assumer aveuglée par leur stigmatisation. Je n'étais certes pas très mature en me rebellant, mais je ne crois pas qu'on le devient en cumulant des tâches sans conviction. On se croirait responsable ou autonome, mais qu'en est-il de l'autonomie de la pensée ?
N'est-il pas immature de se noyer dans les convictions des autres, au lieu de créer les siennes ? Pour moi, la maturité, c'est la responsabilité d'agir non seulement en faveur de son bonheur, mais aussi celui des autres, quand il sent important. C'est la clairvoyance qui fait qu'on accepte une responsabilité, avec amour et conviction, non par simple obligation. C'est surtout l'intelligence d'honorer sa conscience, ses valeurs. Se libérer du prêt-à-penser et apprendre de ce qui pourrait mal se passer. La maturité n'a pour moi rien à voir avec l'âge, l'expérience, ou même le nombre de tâches qu'on s'efforce à gérer. Au contraire, elle est plutôt simple, curieuse, généreuse, créative et innocente. Le plus drôle, c'est qu'elle ressemble davantage à un enfant. Un enfant qui n'a pas peur de vivre dans le corps d'un grand. اخويا الابداع صح صافي عليه. اكاديميت عرفتيش علاش هذا راه بوب اللي دارت بوب انت بوب ارياس انا باش هي سرعته باش بعدا هي ما خرجش من ليكول داغ بعدا داير السينيماتوغرافي اللي دارت زعما دوك لي بلون واعرين اصاحبي بيان سور لي بلون واعرين ولكن دابا انا اتصلت بها ودويت معاها كيفاش لا ميثود باش خدمات سي اكزاكتومون لا ميثود اللي بزاف لي زارتيست كيديرو كتريح هي عندها التكست هذاك الشيء كيقيسها اصلا كتحس بيه تيقيسها في الروح ديالها تيقيسها هذه الكتبه اللي كتبت وكتبقى تخيل لي بلون ديالها بحال هذاك البلون ديال فاش تصورت وسط الورد هذاك بلون زوين صح واعر ولا اللقطه الاخرانيه ديال يد البنت الصغيره ويد البنت الكبيره بحال ديك اللقطه ديال ديك اللوحه ديال ديك اللوحه ديال دافينشي اعتقد فهمتيني وكيفاش السينما هذيك السينما دوك اللقطات اللي بينو حتى مغربيت لان لاحظت الديكور ديالها ما فيهش مغربيت بزاف ولكن ديك السينما جربتها شنو هذه خدمه كتعرفها في هذا الوقت فيها الوقت وفيها حتى زعما مخدومه اللي صدمني انها ما خرجتش من ايكول ديال هادشي وهي زعما اللي مورا ماشي جابت شي سينيماتوغرافي لا هي خدمت هي وهذاك الدري حارس هذاك الدري سميتو ماشي حمزه لا ماشي حمزه واحد الدري اخر خو هذاك عصام حارس ذاك المغني فهمتيني خدموا بجوج ولكن قالت لي تعاوننا بجوج خدم معايا هو راه هي جو بونس انها عندها الباك جراوند ديال انها انستغرامرز دونك عارفه التصاور كيفاش تيطلعوا هادي جاوا بحال التصاور مجموعه ديال التصاور الله يرضي عليك هذه بالنسبه لي انا اول انستغرامرز مغربيه غادي نشوفها معلمه في داكشي كدير فهمتيني خليني ندش لا واه انا عجبني السينيماتوغرافي ديالها كي دارت جمعها الفاشن وداكشي جمعك راه كنشوف من هاللوان واو غير اللوان مختارين بهذا بواحد العنايه بواحد النسق ما يمكنش الصق فهمتي شنو نقول مريحين للعين وما كتخيلوش مغربي هادشي لا بيان سور انا كنت شتها صراحه ما نقولش هي اللي دارت هادشي نقولوا جابوا شي سينيماتوغرافي لا خدمته هي وديك الدري حارس ماشي وحده باش ما نكروش خدمه ديال السيد تبارك الله راه خدم خدمه كبيره معاه ويكون ما عرفتش اش ليطاش بالضبط باش ما نظلمش شي واحد ما عرفش ليطاش بالضبط ولكن هي ماشي اول فيديو عندها بحال ما نقدر عندها فيديوهات بحال يعني الساطا ارتيست ما عمري عرفتها انا عندي لا فولو اللي ما عمري شفت هاد الفيديوهات هادو حتى انا ما عمري عرفت انا بهذا النيفو تبارك الله صافي انا ما خايبش سيدة شنو سميتها راشد زين راشد زين براشيد اوكي خلي واحد عجبات كاميرا كيمشيو غال عجبتني الخدمة ديالها قلنا على الصحراء قال لك غدير شي فيديو على الصحراء ولا لا كنوجد فيه دابا راه السوجي معقد الصطر باغي ندير انا تاريخ اللي ما قراوناش ديال الصحراء ولكن عاوتاني التاريخ ما قراوناش غادي نبدلو بواحد سلسله جديده هنا تبان لي كلشي ولا زيد يدير التاريخ كلشي ولا كيقول التاريخ اللي ما قراوكمش صافي انا ندير واحد السميه ومعقده ولا عاود كوبيه وغادي تبان بالرواخ ديالنا حتى ندير واحد السميه عاوتاني مفرقعه بلاتي
هذا اجي تفهم وكل شيء ولا كيستعمل اجي اجي تفهم في ما تقدرش ما تقدرش تجمع الناس تقول لهم ادوش تكلم مع بعض واش دابا اللي ما قراوناش يقولك واش انت اللي قلتي ما قراونا التاريخ ما قراوناش وانا اللي واحد خدم زاف ديك الطريقه في فيديو يعني ما ولكن ما عندك ما دير ما عمري ما تنقولش عندك ما دير عندك ما دير ولكن خاصك تخدم على الـ على الـ سميتو على لا سيناتور ديالك تكون باينه انا دايره قلت لها سيناتور الخدمه صافي كتعرف ما خدمت مروان تعرف دابا كاين بنادم اللي كيحاول يقلد حتى الصوت تيحاول يجيبو بحالك ويدير خليها على لا ما ندوي اللي كان على خدامي والله الا كاين شركات اللي باعوا كيقول لهم خدمنا مع سوينغ صوبنا زعما ما عمرني شفتهم قسم بالله غير بهالا بيراطاج صاحبي ماشي لا 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 انا فكرت رايت ما تمشيش بعيد انا الكوبي رايت حدي ان ما ياخذليش الفيديو حرفيا وصافي كوبي كول ياخذ لي التصاور اما دير اللي بغيتي وصافي ما عندي من ما غاديش نتبع شي واحد ولا راه قلت لك هذاك اللي قال لي 1000 درهم على الفيديو نضخد لي الفيديوهات وترجمهم من العربيه للفصحى وعاودهم وكاين واحد اللقطات في 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 في, في, في الفيديو ديالي لوحات عالميه كنخدمهم في دوك الفيديوهات الاولى اللي انا كنموضي فيهم بالفوتوشوب فهمتي باغ اكزومبل كانت واحد اللقطه ديال وحدين شادين السبسي وتيكميو وانا خديته مسحت داك السبسي ورديته على اساس انهم قدام مغاربه قدام هو ما كانش ديك الساعه السبسي ما تخدا ديك الموديفيكاسيون اللي درت اللي كاينه في وسط لاشين ديالي وكيحطها في, في 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 القناه ديالو في هذا في ديك ديك التلفازه ديالو يعني خداها باين واش انت خدام من عندك خداها اكزاكتومون نيت ديك الموديفيكاسيون اللي درت انا ماشي ديك طرات لي طرات لي طرات لي مع داك اللعيبه ديال باب دارنا كنحط شي لعيبات مقطعين كياخذوا هادو اللي حطيت انا من عندي وكيديروا وسير خلي لا لا ماشي ماشي امين العوني ما تنهضرش عليه هذا عنده قناه تلفزيونيه وهذا المهم زعما نديروا الاشعار بس حرا الدراري دابا المشكل انا معول الصحراء ندير فيها جوج فيديوهات واحد ندوي على ديك الشخصيه اللي صنعت البوليزاريو داك سميتو مصطفى شنو سميتو داك اللي كان الصحراوي اللي كان طلع الرباط ولد الوالي الوالي مصطفى الوالي دابا ريحت مع البشير الدخيل البشير الدخيل هو من الناس اللي كانوا هو اللي سمى البوليزاريو في الحقيقه هو اللي عطاه الاسم جيني بالإسبانيا دابا هو داك البشير الدخيل دابا هي الصحراء فرقين كاين الناس ديال إسبانيا اللي كانوا في الناس اللي في المغرب جيني إسبانيا الناس اللي كانوا في موريتانيا وشويه تيندوفر هو هذا مصطفى هذا البشير الدخيل كان من القوت الإسباني يعني الصاد كيدوا من إسبانيا مطلق مصطفى الولي لا كان من القوت المغربي مش ما نقول لك ولي كيب ديال فاش تجمعوا هذا باش تدخل هو اللي سمى الجبهه سماها بالبوليزاريو هو اللي قدر يسمى بحكم انه كيدوب الاسبانيا ولا يقول لك يكتب الاشعار بالاسبانيه حضرت لي في معرض الكتاب عطاني كتاب ديالو بالشعر الاسباني فهمتيني وهذا السطر ريحت معاه عرفتي بدا كيفرش ليا شي وحدين كيجي كيقول لي هذا كيدوب في الاعلام كيكذب هذا كاين هو الصحراوي بيناتهم اللي كيجي في وجهه يقول لي هذا كثير فهمتيني وزعما هما يتلاقاو عائله وداكشي ولكن ما كاينش ما كيتفقش ما القصه الاولى اللي ديال هذا الوالي مصطفى سيد تنسمع مشى للحزب الاستقلال وقال لهم خاص تعاونوا معنا باش نحرروا هذه المعلومه سولت دابا المصدر ديالها واحد هو مصطفى الوالي والكيب ديالو وهذاك هذاك الساط سميتو محجوب السلك محجوب السلك كان كدوا خرج في فرونس 24 وقالت الهضره وهاد القضيه مشيت سولت عليها شكون اللي سول اقرب هذاك بن سعيد ايتين الدر سولت الناس اللي قراب ليه ما سولتوش هو بحكم ان بن سعيد ايتين الدر كان تلاقى مع مصطفى الوالي في فرنسا حيت كانت ديك الوقيته شنو كان التفكير في ديك الوقيته لان كان تفكير قومي كان عندهم تحرير ديال المغرب كامل من النظام الملكي لانه كان نايض الصداع على النظام الملكي ديك الوقيته كان وقتها كتجو كان كيبان لهم جايين من الصحراء غادي يجي من الصحراء لان بحكم جيش التحرير كان باقي في جيش الصحراء وروينك حنا فكان هذاك النظام القومي كان هاد بن سعيد ايتي يدير من الناس اللي كانوا رؤوس في هذا الفيلم هذا وكان كيتلاقى مع هاد مصطفى الوالي وكيقول بلي سمعت على انه بن سعيد ايتي يدير قال لي نعس الشيطان رحنا غايتنا نحرروا المغرب ماشي
تحرروا من المغرب نسيني زعما ماشي غايتنا انا من الفصل. المهم فيلم حريره انا هذه القصه هذه ديال مصطفى الوالي بغيت نعاودها كيفاش هذوك الناس وعرفتي كيعاود لي البشير الدخيل الناس كانوا كياكلوا الضب كانوا كيعاود لي كيفاش كانوا كياكلوا في الصحراء راه ما يمكنش الصح واحد القصص عندهم مسطين فهمتيني من هذه القصه هذه بوحدها وعلاش غنعاود على الملف التقني ديال الصحراء الملف التقني اشنا هي اللجنه الرابعه اشنا هي كيبقى كنسمعوا شي هضره في الاخبار كيقول لك لا راه هو كاين مازال في لجنه تصفيه الاستعمار وعلاش هو داخل الملف هذه وكيبقاو يديروا معاك والماده ما عرفتش شنو هذا الملف التقني ما ندرعيش شي حاجه فهم مقمح باش تلعبوا في الواصل تقنيا في الواصل انا بصح ما والو علاش اه لا ما كاينش زعما اغلبيه داكشي اللي تنسمعوا راك عارف تيكون جاي من الاخبار بروباغاندا ما عارفينش زعما الديتاي كنت باين شويه واحد على موريتانيا كنت تنقلب واحد الوقيته ولقيت هذا الفيديو هذا شو شي تسمع لك غادي نطلقوا في تويتش غيبالك في الجنب هذا موريتانيا فاش بغيت تحرر مازال ما تحرروش وغادي انت شو غادي دايرينها في فرنسا سيرت لك La visite officielle de Sa Majesté Mohamed V dans le sud du pays ne constitue qu'un des aspects les plus récents de la souveraineté marocaine sur la Mauritanie. Ce vaste territoire d'un million de kilomètres carrés est peuplé d'un million d'habitants. Soucieuse de défendre ses propres intérêts, la France s'est empressée au lendemain de la France islamique de Mauritanie détachée de la souveraineté marocaine. La conduite d'un Mauritania كان باغي ندخلوها كانت كان زعما مو مفروض انها تتبع المغرب لا لا هما دابا الرابط دابا هادشي الناس اللي فهموا هادشي يفهموا شنو هي اهميه اماره المؤمنين دابا في المغرب حاليا علاش مهمه وعلاش علاش المؤسسه الملكيه مهمه في المغرب بهادشي لان هاد الناس في هاد الوقيته نظام الحكم راه هو هذا هو البيعه راه كانوا الناس تيل النهر ديال داكار في السنغال كيبيعوا الملك كيبيعوا محمد كيبيعوا السلطان وواحد الوقيته في الجزائر ملي خرجت الدوله العثمانيه راه بايعوا المغرب شنو مكتوب هنايا موريتانيا والصحراء تريد شي لعيبه باستقلال المغرب بغاو يدخلوا لا ما عرف شي لعيبه المغرب بغاو يدخلوا مع المغرب هيا نايا فهاد كتبان لك هيا انا علاش بنت لك الفوق ما عرفتش شوف الفيديو في الفيديو مكتوب تماك موريتانيا اه موريتانيا اسمع شنو تيقولوا على القصه ديال موريتانيا دير الصوت ديال Conscient du véritable intérêt de la Mauritanie, se trouve actuellement à Rabat ou à Dakar, ne pouvant pratiquement rentrer chez eux dans un état d'arrestation. Ah, on m'a dit le Mauritanie, j'ai une de Mohamed V. Le gouvernement leur a confié des postes importants. Adawafel ou Omer, émir. C'est Adawafel, je me suis mis d'accord. أقدال فالولد عمر وهذا فالولد عمر ترانزا a été nommé ministre d'état وك فالولد عمر تعين وزير في المغرب اللي هو موريتاني une importante délégation mauritanienne ira défendre devant l'ONU la thèse marocaine هادو كاملين موريتانيين Des missions d'amitié et de bonne volonté vont partir pour l'étranger afin d'entretenir les gouvernements des différents pays du problème mauritanien. Monsieur Alal El Fassi, président du parti de l'Istiklal, parcourra la délégation présidée par Monsieur Abdelkbir El Fassi, ambassadeur du Maroc en Allemagne fédérale, visitera tous les pays d'Afrique équatoriale et occidentale. Monsieur Balafrège, ancien président. مسيو بالا فريش مساي والله لا فرج
1905, M. Mohamed Hassan Ben Yaïch, actuellement... Livre blanc sur la Mauritanie, ministre des Affaires étrangères, Royaume du Maroc. Livre blanc sur la Mauritanie. Les provinces mauritaniennes inquiétées par l'agression. Ah là, c'est pas un changement de la ville qui a fait le bia, la ville l'institutionnelle, c'est même pas le Maroc qui a raison. Ah ouais, les gens sont tous chers. Ah, je l'ai dit. Ah. Qui ont armé des troupes françaises. Même que les preuves, elle est mauritanienne, c'est pas un chimaza, de la nature de Dabzoura, c'est un haram gribi. دورات يقولوك موريطانيا ماشي الصحراء ماشي الصحراء راه كان قال هذا الحزب الاستقلال ونضد لي الصداع ديال الصح ديال شباط دوتر تيموان انت تيبينوك داكشي ديال البيعه وداك التخربيق ديال موريطانيا للمغرب وهذا تخيل موريطانيا ما كانش كان بنادم قايل ديال المغرب على الساك دابا الصحراء ولا لي دوكيمون ديبلوماسي راه كانت البيعه كانت دابا تقول بالمغرب في هذا العيب فهاد الباساج انا كيبان لي هادشي اللي بان لي دابا البيعه اللي كانت من قلت من البحر ديال من نهر السنغال حتى الفوق لان كانت الدوله الخليفه المسلم الوحيد هو السلطان ديك الساعه راه فاش خرجت سميتها الدوله العثمانيه من سميتو راه بيعوا المغرب من الجزائر راه كانت واحد الصداع مال كبير ديال هذاك الشهيد القادر المغرب راه دابز مع فرنسا على ود عبد القادر انه كيدعم خاصك تحبسوا الدعم وتا خاصو الدعم وروين راه قال لي واحد السيد من هذوك اللي كنت كنسول فيهم وانا كنوجد الحلقه ديال الحزب الشرقي الموحد واحد المؤرخ قال لي راه كاتبين هذاك عبد القادر الجزائري ياك سميتو عبد القادر الامير عبد القادر داير التصويره ديالو في الجزائر وكاتب من تحت خانه المغرب فهمتيني وقال لك كيعتقد هو المؤرخ قال لي هذه القضيه اول شراره ما بين الصداع اللي كاين ما بين المغرب والجزائر حاليا فهمتيني دونك لافير قديمه يعني هذا المشكل ديال الصحراء غادي يبين شحال المشكل في الحقيقه ديال بزاف الاوضاع اللي حاليا حنا فيها الدراري انا اللي زدت الصوت ديال مصطفى راه انا اللي كنت زدت حيت طلقت هذاك الفيديو ناقص دونك جهدت الصوت بزاف داكشي علاش سمعته واحد جوج دقائق تسمع عالي بزاف الصوت ديالي كان جد لا انا اللي جهدته باسكو كنت جهدت حتى الصوت ديال الفيديو حيت صوت الفيديو ناقص بزاف الصوت هذا الفيديو هذا ناقص انشو هذا ما عرفتش هذا الكتاب هذا واش نقدروا نلقاوه شي بلاصه في الحقيقه خاصني نشوف الارشيف راه شوف فيه هاد البلانات ما عرفتش شنو هاد لو ليفغ بلون ولا ما عرفتش نسميه سور لي تيريتوار ساهاريان انت تيدير لك داكشي ديال الصعوب Le problème des frontières sur lequel le gouvernement de Sa Majesté n'a cessé de revenir depuis l'indépendance La côte atlantique marocaine de Tanger à Saint-Louis du Maroc هذا في ذلك الكتاب هذا لا موريتاني توت انتيير انا فرنسا هفت على القدس كامل ديال الجزائر استعمار القسمتش اشكال عصا صراحة زربوا على المغرب في هذا زربوا علينا في الحقيقة زربوا على شيء ديال الصح ولكن دابا الوقت انا كنظن الوقت خاصنا نبويو في هذا الشيء مع خوتنا الجزائريين لان اعتقد الوقت ديال التكتلات هاد الوقت اللي حنا فيها ديال لي مارشي الكبار ديال الدوله خاصها ديال الجهويه بحال انت كتشوف الاتحاد الاوروبي تبارك الله كبير ولكن صعيب المشكله مع الجزائر راه ماشي مع الشعب واخا حتى كاين شويه ديال هذا ولكن راه مع السيستم اللي حاكم راه الشعب براسو شنو واقع له مع السيستم ديالو راه مات هذاك ومات داك الجنرال ومازال العسكر اللي مسيطر على الزمر كامل دونك هو الواحد يقدر يضغط عليهم نقولك بحال حنايا واحد الحاجه بار اكزومبل حنايا في المغرب الصحراء ما يمكنش شي حاجه اللي يتفاوض عليها المغرب باسكو النظام كامل قائم على انه يحمي ديك الصحراء من انها تحيد والجزائر عاوتاني حتى هو داكشي اللي عنده راه النظام العسكري
السيستم كامل ما يبان لنا يكري واحد العداوه وداك هذا وحنا ندعموا البوليزاريو واخا راه فارعين البوليزاريو في الصحراء راه في التيندو ما عرفتش شنو دايرين ليهم الصدر تكرفيسن داك كرفسين دوك الناس التيندو فاه واش صاحبي انت الناس عندك من شحال ما تبناو لهم حتى الديور شحال معاه واي فهمتيني وكياخذوا اعاده الاتحاد الاوروبي اعاده كثار خرج فيهم واحد التقرير في الاتحاد الاوروبي ديال انه كيكون واحد ديتورنومون لاعانات كياخذوها كياخذوها الناس ديال سميت هذا الشيء اش طرا لهم الانشقاق الداخلي هذاك الصد محجوب السلك دار انشقاق داخلي وصمه البوليزارو دار خط الشهيد اللي هو واحد التيار سياسي اللي باغي يرجع الخط الاولاني اللي كان عليه مصطفى الوالي فهمتيني اللي هو انه استرجاع انه دروينك حنا على خو مصطفى الوالي في الاول ما كانش عنده هاد الفكره ديال انه الانفصال ما كانش عنده المغرب رضى بالاستقلال ناقص في 56 واش كان عنده شي بوسيبيليتي اخرى المغرب كان قال له علاش رضى بالاستقلال ناقص في 56 المغرب راه ما عنده ما كانش فيه راه غير داك الاستقلال راه كان ربح بحال دابا واحد تيسلك واحد تتسلو 10 المليون قال لك شوف انا نعطيك 4 المليون وتسناني واحد 6 المليون نعطيك من بعد تقول له لا تقول له حتى تجمع لي 10 تعطيه لي غتاخذ داكشي اللي عطاك وغادي تسنى الباقي وصافي السياسي مهم الملكيه ما كانتش قويه بحال هكا كانتش داك الوقت قوات حتى فاش تتنفى الحسن الثاني هو الملكي ولا حتى محمد الخامس فاش تنفى تماك اللي بين ان عنده شعبيه وما في الاول راه كان الملك لا وكان عنده رمزيه في الساعه انا فهمت اما كان زعما الرمزيه الدينيه مهمه بزاف لانه هو راه سميت في السلطان ولكن القوه ديال الملكيه السياسيه في التسيير ما بانتش وماشي كاع في الاول الحسن الثاني كبير كان عنده صراع كبير مع الاحزاب السياسيه مع التيارات القوميه مع هذا الشيء اثر على كل شيء اللي فات ماشي في الاول راه حتى من بعد الانقلابات باش قوات الملكيه وزاد زاد الصراع زاد قوات كان في واحد الوقت ما زال عقلك نتقلب على ليستاد الوزراء وكان الملك كان تيشد الوزير الاول في نفس الوقت الحسن الثاني كان شاد الملك أيه 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 ملك وزير ملك وزير فاش تبعتي من الاول من الحكومه الاولى ديال من بكاي الهبيل ها بكاي الهبيل بكاي الهبيل ولد بكاي الهبيل ما علينا الدراري مصطفى كان لقاء زوين اخاي والله الا ضحكنا معك شويه ان شاء الله يكونوا حلقات زوينه ولا شي حاجه سوينكار غادي يدير قناه يبدا مره يكون تيدير شي حاجه ديال المونتاج ديال الانيماسيون يورينا داكشي نتا مره ثاني السوجي اللي دريت في الاجهزه فهم نقدر نريحو نبداو نناقشوهم زوينه صاحبي لا مريقله صاحبي زوين والله يسخر يلا خير مصطفى تهلا لي فراسك يلا الى اللقاء تهلا يا فراسك